مشاهدينا الكرام صباح الخير، اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي اكسترا نيوز. وهذا الصباح حلقه جديده من هذا الصباح هكون معكم فيها انا ايمان الحويزي من دلوقتي ولحد الساعه 10. كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا النهارده معانا اخبار وفقرات متنوعه نتمنى انها تنال رضاكم واعجابكم. جنب اخبارنا وفقراتنا هيكون معانا نقاش حول المشروعات القوميه العديده اللي بيتم تنفيذها في الوقت الحالي واثرها طبعا على الاقتصاد المصري، مع ضيفنا في استوديو هذا الصباح مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عصام الكاشف. كمان هيكون معانا في استوديو هذا الصباح أستاذ رياض طاهر مدير مكتبة مصر العامة، واللي هنتعرف منه على أبرز الأنشطة والتطورات اللي وصلت لها المكتبة وطبعا دورها في نشر الوعي والثقافة في المجتمع. هيكون معانا أيضا حديث عن تطوير المحتوى الرقمي في المنصات الإعلامية في فقرة هيكون معانا فيها الكاتب الصحفي عمرو عاشور مدير المحتوى الرقمي بمجلة هي. تابعونا وتابعوا فقرتنا. نبدأ بتوقعات خبراء هيئة الأرصاد. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم السبت الطقس البارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. بيتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربي. استعرض مع حضراتكم درجات الحرارة في بعض المحافظات والمدن المصرية. أكثر معانا على الهاتف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية. أستاذ محمود أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. صباح النور، لو تطمنا أكثر عن حالة الطقس والجو البارد اللي بتشهده البلاد. طبعا بارد خلال ساعات النهار وبيكون شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، الصبح بدري بيكون شديد البرودة برضه أثناء الخروج للأنشطة والأعمال اليومية والامتحانات، رجاء طبعا ارتداء الملابس شوية ثقيلة بقدر الإمكان قبل الخروج من المنزل. بالإضافة إلى كده فرص سقوط الأمطار مستمرة معانا على سواحلنا الشمالية ومناطق من الوجه البحري، قد تكون تصل خفيفة في بعض مناطق من القاهرة ولكنها غير مؤثرة على الحركة والأنشطة اليومية إن شاء الله. طيب سقوط الامطار والشبوره طمنا اكتر، يمكن احنا اللقطات اللي بنعرضها واضح جدا وجود شبوره. الشبوره طبعا موجوده بتكون اكثر كثافه على الطرق القريبه من المسطحات المائيه وعلى الطرق الزراعيه، بيقل معاها مستوى الرؤيه الافقيه ولكن سبحان الله تتلافى بعد قليل ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا لك محمود شاهين مدير اداره التحاليل بهيئه الارصاد الجويه. نبدأ أخبارنا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللي بتلقى دعم كبير من الدولة. بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اجتماعه مع المهندس عمرو النصار وزير التجارة والصناعة، وأيضا الدكتورة هلا السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بحثوا إنشاء 13 مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 12 محافظة على مساحة 504
77 فدان، بتضم 4317 وحدة صناعية في أنشطة متنوعة. من ضمن الأنشطة دي المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية. بتضم أيضا ورشا صناعية ومعارض ومنافذ للبيع ومناطق للخدمات. وزير التجارة والصناعة دكتور عمرو نصار أوضح أن المشروع بيتضمن تنفيذ مجمعات صناعية كبرى، منها منطقة الصناعات النسيجية في مدينة السادات اللي بيجرى حاليا تنفيذ مرحلتها الأولى وبتشمل 141 مصنع، ويتم التعاقد مع 41 مستثمر لتشغيل 20 مصنع بعد 3 شهور من تسلمها. ده إلى جانب 21 مصنع بيتم تشغيله في الربع الأخير من عام 2019. صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بالأمس بأنه الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة إجراءات توزيع الأراضي الصناعية وترفيقها، وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه إجمالي ما تم إتاحته من الأراضي الصناعية خلال عامي 2017 و2018 بلغ حوالي 29 مليون و700 ألف متر مربع، منها 21 مليون و500 ألف متر مربع في المدن الجديدة، وده بإجمالي 1996 قطعة أرض. وبلغ ما تمت إتاحته من أراضي في محافظات الصعيد بالمجان خلال الفترة نفسها 2017 و2018 حوالي 3 مليون و800 ألف متر مربع بإجمالي 1579 قطعة. لافت إلى أنه ده بيجي طبعا تأكيد لاهتمام الدولة بتنمية الصعيد وبرفع مستوى الخدمات المقدمة في مدن الصعيد. خبر آخر، وهو أنه الحكومة بتحرص من خلال وزارة التموين على تقديم الدعم للمواطن المصري من خلال طبعا توفير السلع بأسعار مخفضة والتصدي لأي تلاعب في الأسواق من خلال الرقابة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير عن أبرز المشروعات اللي تم تنفيذها في قطاع التموين في 2018، واللي بيأتي في مقدمتها قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوزيع سلع تموينية بقيمة 3 مليار و 500 مليون جنيه لعدد 21 مليون بطاقة تموينية ل 68 مليون فرد، ده طبعا بهدف ضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة. أيضا أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى تشغيل عدد 3089 منفذ للبيع على مستوى محافظات الجمهورية ككل تابعة لمشروع جمعيتي، وده لتشغيل شباب الخريجين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، فضلا عن كشف الوزارة عن 174 ألف مخالفة تموينية و118 ألف و500 مخالفة في المخابز البلدية، وده لمواجهة احتكار بعض التجار للسلع الأساسية. أشار أيضا المركز في تقريره إلى تنفيذ الوزارة عدد 2 صومعة لتخزين القمح والغلال بإجمالي سعة تخزينية 150 ألف طن، وتنفيذ 4 مناطق تجارية لوجستية بقيمة مليار و400 مليون جنيه، ده بجانب طبعا كل الأرقام اللي احنا قلناها. أيضا قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإبرام تعاقدات بقيمة 8 مليار و400 مليون جنيه من أجل توفير لحوم سودانية ولحوم مجمدة ودواجن مجمدة وأيضا سكر بنجر. يشهد الدعم المقدم للسلع التموينية تزايد متواصل، وده اللي يمكن بيعكس حرص الدولة على رفع الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية ليهم. تم تخصيص حوالي 39 مليار و700 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015، وتخصيص مبلغ بيقدر ب 42 مليار و900 مليون جنيه خلال موازنة العام المالي 2015-2016، وتصاعد يصل إلى 59 مليار و700 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2016-2017، وقامت الوزارة بتخصيص 86 مليار و900 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، يعني ارتفع بنسبة كبيرة لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتسهيل عليهم. أيضا أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه سيواصل إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات اللي بتجرى في مصر، واللي من شأنها أنها تسهم في تيسير حياة المواطنين زي ما تكلمنا عن التموين.
خبر آخر وهو متعلق بالمتحف المصري، بتتواصل أعمال استقبال القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير، حيث استقبل المتحف بميدان الرماية 559 قطعة أثرية، من بينها 12 قطعة خشبية من أخشاب مركب خوفو الثانية من منطقة أهرامات الجيزة، والقطعة الأخرى قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وده طبعا وسط إجراءات أمنية مشددة. دكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير أوضح أن القطع القادمة من المتحف المصري في التحرير بترجع إلى عصري الدولة القديمة والدولة الحديثة، وقال عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولى ونقل الأثار في المتحف المصري الكبير وأيضا المشرف على الترميم الدقيق في مشروع مركب خوفو الثانية، قال بأنه القطع الخشبية عبارة عن القطاعات الحاملة لأخشاب سطح مركب خوفو. أخبارنا الرياضية، بتستعد الفرق المصرية لخوض منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب إجراء قرعة البطولتين في الأمس. أجريت قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي طبعا من مصر. دور ال 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك في القاهرة، وشارك في سحب القرعة الثنائي مجدي عبد الغني وحازم إمام. وقع النادي الأهلي في مجموعة متوازنة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وجي في المجموعة الرابعة مع فرق فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة التساورة الجزائري وأيضا سيمبا التنزاني. بيعتبر فيتا كلوب أقوى فرق المجموعة واللي سيصطدم بالأهلي في جولته الأولى أحد الأيام 10 و11 و12 في يناير المقبل، لكن المواجهة الأولى هتكون على الأراضي المصرية، بينما من المتوقع أنه يواجه الأهلي متاعب من خلال مواجهته إحدى فرق شمال أفريقيا، هو فريق شبيبة التساورة الجزائري وهو أحد الفرق الطموحة، وبتعد المواجهة الأسهل لوصيف دوري الأبطال في آخر نسختين هي طبعا سيمبا التنزاني. طيب الإسماعيلي وقع في أقوى مجموعات البطولة وهي المجموعة الثالثة مع أندية مازامبي الكونغولي، أحد أقوى أيضا أندية القارة الأفريقية التونسي وأيضا الأفريقي التونسي وأيضا شباب قسطنطينية الجزائري. المجموعة هي الأقوى على مستوى المجموعات، والدراويش لديهم مباريات من العيار الثقيل هيبدأوا مهمتهم أمام مازيمبي أحد أيام 11 أو 12 أو 13 يناير المقبل، وهو طبعا الفريق المرشح للتأهل. أيضا أمام فريقين من أقوى فرق شمال أفريقيا. طيب ده في دوري الأبطال. فيما يخص بطولة الكونفدرالية وفريق الزمالك، بيلتقي الزمالك مع اتحاد طنجة حامل لقب الدوري المغربي والقادم من دوري أبطال أفريقيا عقب الخروج أمام شبيبة الصاورة الجزائري في دور الـ 32 بالخسارة أمامه 2-1. يلتقي الزمالك أمام اتحاد طنجة أحد أيام 11 أو 12 أو 13 يناير المقبل أيضا في الأراضي المصرية، على أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب بالمغرب أحد أيام 18 أو 19 أو 20 يناير. ويلتقي فريق أهلي بني غازي الليبي اللي بيدربه المصري محمد عودة أمام نصر حسين داي الجزائري ضمن مباريات الدور نفسه من بطولة الكونفدرالية. أيضا استعرض مع حضراتكم دلوقتي مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
خبر رياضي آخر يوصل المنتخب الوطني لكرة اليد استعداده لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد اللي بتستضيفها ألمانيا والدنمارك خلال الفترة من 10 ل 28 يناير المقبل بمشاركة أفضل 24 منتخب في العالم. يختتم المنتخب الوطني لرجال كرة اليد مبارياته الودية اليوم بمواجهة منتخب لاتفيا، وتحديدا في الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة في آخر مبارياته الخارجية خلال الدورة الودية اللي بيخوضها حاليا في لاتفيا قبل العودة مرة أخرى إلى القاهرة مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق لمدة 10 أيام. فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البلجيكي بنتيجة 28-19، وكان المنتخب الوطني قد فاز أيضا على نظيره الأوكراني بنتيجة 24-25 في أولى مبارياته في دورة لاتفيا اللي انطلقت أمس الأول على صالة المجمع الرياضي باستاد لاتفيا الدولي. أدى رجال المنتخب عرضا قويا دفاعا وهجوما، وأظهر كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب أداء قوي وأنقذ مرماه من عدة انفرادات وتصويب للاعب المنتخب أو لاعبي المنتخب الأوكراني، بينما كان أحمد الأحمر ظهير الأيمن للمنتخب الوطني كلمة السر في تسجيل الأهداف وترجيح كفة المنتخب الوطني في نهاية المباراة اللي أحرز فيها هدف الفوز للمنتخب في الثواني الأخيرة من المباراة. دفع ديفيد كامارا المدير الفني الإسباني للمنتخب الوطني ب 17 لاعب خلال المباراة على فترات متفاوتة بهدف وضع اللاعبين في أجواء البطولة أمام منتخب أوكرانيا الصلب، وأيضا ظهر ممدوح هاشم، يحيى الدرع، محمد سند، عصام الطيار، وإسلام حسن بمستوى طيب. تضم قائمة منتخب مصر في مباراة اليوم أمام منتخب لاتفيا كل من كريم هنداوي وعصام الطيار وعمرو الوكيل في حراسة المرمى، وكل من اللاعبين كريم أيمن، علي زين، يحيى الدرع، محمد سند، وأحمد الأحمر، وعمر حجاج، ويحيى خالد، وإسلام حسن، وأحمد خيري، وأكرم يسري، وإبراهيم المصري، ومحمد ممدوح هاشم، وأيضا محمد جمال، وعبد الرحمن فيصل. بعد الفاصل هيكون معنا حديث في استوديو هذا الصباح زي ما نوهنا في بداية البرنامج مع مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عصام الكاشف اللي هيكون معنا، وهنناقش معاه المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها في الوقت الحالي وأثرها أيضا على الاقتصاد المصري. لكن دلوقتي هنروح لتقرير ونرجع بعد هذا الفاصل مرة أخرى. نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية دكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ندوة بعنوان تجربتي، تحدث خلالها أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة مرور 110 عام على إنشاء جامعة القاهرة، ووجه عدد من رسائل هامة للطلاب وتجربته الطويلة. نروح نشوف بعض التفاصيل من خلال التقرير اللي جاي ونرجع مرة أخرى بعد الفاصل علشان نكمل فقرتنا. لماذا نستضيف اليوم معالي الوزير أحمد أبو الغيط؟ لأسباب كثيرة جدا. أول شيء أن جامعة القاهرة هدفها الانفتاح على كل الثقافات وكل الحضارات، والانفتاح على العقول الأخرى، وأيضا التواصل بين الأجيال. التواصل بين الأجيال. مصر لديها رموز وقامات في العمل السياسي والدبلوماسي والفكري والثقافي والفني، فجئنا به كقامة وكرمز حتى يتواصل مع شبابنا من الطلاب لكي ينقل إليهم جزءا من تجربته، وأنا واثق أنه كما يستطيع أن يمد جسور التعاون مع الدول قادر على أن يمد جسور التواصل مع الطلاب. عندما دعيت إلى اللقاء مع حضراتكم حقيقة أنا تحدثت مئات المرات في عشرات المواقع، من أول الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن إلى المجالس السياسة الخارجية في الولايات المتحدة
إلى محاضرات في كل مكان، لكن بمنتهى الأمانة، منتهى الأمانة، استشعرت كده الحاجة لإعداد جيد للغاية إذا ما كان مقرر لي أن أظهر في جامعة القاهرة، لأنه الظهور في جامعة القاهرة معناه أن إحنا بنظهر في مؤسسة أو مركز أو جامعة أو أكاديمية أو حاجة كبيرة جدا، أي إنسان هيستمع لك ربما في الغالب يعي ويعلم معلومات ومعرفة وثقافة أكتر منك. عنوان هذا الحديث، ولا أقول محاضرة لأنه هي مش محاضرة ولا يمكن أن أنا أحاضر في جامعة القاهرة، مجرد حديث، الحديث عنوانه تجربتي. أنا سني أكتر من 76 سنة، معلش هخلينا أمنا مع بعض وحكون أمين جدا معاكم أساتذة وطلاب، وبالتالي 76 سنة بيتحدث عن تجربته، هيبتدي منين ويخلص لفين. أنا عملت كتابين بعد ما تركت مسؤوليتي يوم 5 أو 6 مارس 2011. الكتابين دول أنا ملاحظ إن هم أمام حضراتكم، واحد اسمه شهادتي، واحد اسمه شاهد على الحرب والسلام، وهحكي لكم ظروف الكتابين، لأنه في الكتابين فيهم التجربة الحقيقية ليا لغاية ما عينت أو انتخبت أمينا عاما للجامعة العربية في 1 يوليو 2016. اللي أنا عاوز أقوله للرسالة للحضور الشباب والشابات اللي هم حاضرين، إياك والخشية من فشلك الابتدائي أو الأول، إياك. تصميم، الإرادة، الدرس، العمل، العمل، التصميم على الهدف. إيه الهدف؟ الهدف أن تكون دبلوماسيا مصريا، فلتسعى إلى هذا. أنا توقفت عن قراءة اللغة العربية المكتوبة في العلاقات الدولية والسياسة من 60. تقول لي وإزاي تعمل في نفسك كده؟ أقول لك كان هدفي أن أنا أقوي اللغة الإنجليزية لكي أتمكن منها فأستطيع أن أنا أحقق النجاح في الكار اللي أنا هختاره لنفسي. أنا بكلمكم بمنتهى الأمانة والموضوعية والثقة في النفس حتى يعني تصلكم الرسالة. الرسالة هي الهدف إيه؟ التصميم على تحقيق الهدف. لا تخشى الفشل في حياتك إطلاقا، وسوف يأتيك اليوم إذا صممت وعملت. أهلا بكم مرة تانية في هذا الصباح، وإحنا في ختام 2018 بنواصل مع حضراتكم طبعا حديثنا عن المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها في الوقت الحالي وأثرها أيضا على الاقتصاد المصري. ده اللي إحنا هنتكلم عنه النهاردة بشكل مفصل أكتر مع ضيفنا أستاذ عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير يا أستاذ عصام. صباح الخير يا أستاذ هنا. طبعا إحنا بنتكلم زي ما قلت لحضرتك على مدار الأيام اللي فاتت، ولسه عندنا حديث طويل عن ما حدث في عام 2018 في مصر على مستوى إنجازات تم تحقيقها على مستوى اقتصاد مصري على مستوى مشروعات قومية بتتم. النهاردة حديثنا عن المشروعات القومية، إزاي بتقيمها في عام 2018؟ إزاي بتشوف أهميتها وما تحقق من إنجازات في مسألة المشروعات القومية؟ بداية لا نستطيع أن نحصر فيما يتعلق بإنجازات المشروعات القومية خلال العام، لأنها مرتبطة بالخطة الاستراتيجية والرؤية التي وضعتها الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد كلها في
مشروعات التنمية والمشروعات الاقتصادية الضخمة أو الكبيرة كما يعني نوصفها وفقا للجدول الزمني الذي حدد لها. الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية وتوجد بهذا العام 2018 في إنجاز العديد من المشروعات، نقدر نقول إنها قامت على أرض الواقع وأصبحت الآن تمثل مجسد كامل يلمسه المواطن المصري بل ويلحظه العالم أجمع ويتابعه من خلال ما جرى على الأرض. عندنا العاصمة الإدارية الجديدة، عندنا العالمين أصبحت واقع على الأرض تقام كل منهما بشكل يعني تنافسي بشكل كبير. المدة الزمنية ودي بقى النقطة اللي بيتميز بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الجدول الزمني غير الجدول الزمني، أو إحنا بنقول سقف، السقف بتاع المشروع. كل مشروع من المشروعات اللي كان بيتعمل قبل كده كان بيتحط له سقف زمني ما بين 36 شهر إلى 48 شهر. الرئيس عبد الفتاح السيسي غير هذه القاعدة وجعل منظومة جديدة للعمل في مصر، في مصر وحدها دون غيرها. أصبح المسألة بتنحصر ما بين 12 و 18 شهر، وده انت ما تتصوريش المسألة دي بتفرق كتير في الانتاج، بتفرق في اسعار المواد الخام، بتفرق في الاسعار العالمية للمواد الاستراتيجية اللي هي فيها البنية الاساسية، يعني حديد التسليح، الاسمنت، غيره. في الاسواق العالمية كل شهر او كل ثلاث شهور بيبقى في سعر جديد بيفرض على العالم اجمع. اسمح لي استاذ عصام كمان في يعني حتى ده ماديا الحاجات اللي بتبقى ملموسه، اما الحاجات المعنويه كمان الجدول الزمني والالتزام بيه بيفرق كتير جدا مع المواطن، بيفرق كتير جدا في احساسه بانه في انجاز بيتم تحقيقه فعلا. نعم. يعني لما بيبقى في عدد شهور معينه لمشروع قومي كبير زي شبكه من شبكات الطرق. اذا كان المواطن متضرر منها وتم انجازها في فتره زمنيه قصيره وبيشعر بالفرق وبيشعر بال اختلاف فعلا، يعني ده الى جانب طبعا الجانب المادي اللي حضرتك بتتكلم عنه. هو يعني ما ينسحب على المشروعات القومية اللي احنا قلنا عليها كما سبق وان اشرنا، بينسحب على الطرق. الرئيس عبد الفتاح السيسي اضاف خلال فترة ولايته الاولى والثانية اكثر من 8000 كيلو متر طول طرق، هذا في حد ذاته يعد انجاز غير مسبوق. تم التوسعة وتم، صحيح احنا بنتعامل مع الطرق يعني الطرق والكباري او ان صح التعبير مديريات الطرق والكباري بتتعامل مع الطرق كما لو كانت كم غير معتنى به، بمعنى ان لما بيتم انشاء كوبري انا بحاول ان انا اضيف شريان جديد على الشريان الاساسي، يعني انا عندي قاعدة شريانية في الاسفل على الارض، بحاول ان انا اضيف شريان جديد، مش بحاول ان انا انتقص من القدرة والكفاءة بتاعة الطريق العادي. اللي بيحصل على الارض دلوقتي احنا بنشوفه مع الاسف الشديد بيتم هدر 40% من الطريق الاساسي. 40% من هدر الطريق الاساسي في جراجات او مكان لركن العربيات، او بمعنى تضييق او جعل اختناق في مداخل ومخارج الطرق. ازاي؟ باجي عند منحنى معين واروح موسع القاعده بتاعه القاعده الاسمنتيه اللي هي بتقفل الطريق اللي بنقول عليها احنا رصيف او طبان لخدمة الطريق، بدعوى ان انا يعني هجبر مستخدم الطريق انه يتوجه في اتجاه معين. لا، ما هو الالتزام بالاتجاه ده مش معناه ان انا اضيق خناق المدخل والمخرج بتاع الطريق. نجد ان هما بيهدروا 40% من تحت الكوبري، بدل انا ما بستخدم رصيف او جزيره بعرض الاعمده الخرسانيه او الكتل الخرسانيه اللي هي بيتم عليها بنقول عليها بغله الطريق، اللي بيتم عليها ارتكاز على البريدج الخرساني للطريق اللي هو العلوي، باخد الطريق كله
واعملوا مكان لركن السيارات، وده اهدار للطريق. انا بهدر كده بنتقص من مساحه الطريق وبضايق الشريان الاساسي. ده في حد ذاته اكبر خطا بترتكبه الطرق والمرور في نفس الوقت، الاثنين مشتركين في الموضوع ده. الى جانب ان مفيش رقابه للمواصفات والجوده، الكود اللي بيتم استخدامه عالميا لا يطبق في هذه الناحيه بالذات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بزود، انا بعمل تسليك للشريان الاساسي وبحاول ان انا اضيف له شريان فرعي علوي، لكن مع الاسف الشديد اللي بيحصل على الارض ان انا بهدر هذه المساحه بنسبه 40% واستخدمها لركن السيارات، ويا ريت بيبقى الركن على اتجاه واحد زي دول العالم كلها. يعني لو فرضنا وسلمنا جدلا ان المساله بتسمح يتم السماح بالركن السيارات في اتجاه واحد فقط من الطريق، لا ده بيتم استخدام الطريق بالاربع اتجاهات. يعني الاتجاه الايسر باخد الجنب اليمين والجنب الشمال، وفي الاتجاه الايمن اللي هو المعاكس النازل باخد برضو الركن على اليمين وعلى الشمال، وضيق الشريان بحيث انه ما يسمحش غير لسياره واحده فقط هي اللي تمر بحركه متتابعه. وده في حد ذاته انا كده خنقت شريان الطريق واهدرت مساحه كبيره جدا بسبب الموضوع ده. الشريك في ده ايه في المسؤوليه دي؟ المحليات اللي بتراقب وتشوف الطرق دي مناسبه ولا مش مناسبه، الكفاءه بتاعه الطرق دي عاليه ولا وفق للمواصفات، الكود الهندسي وفقا للتصميم اللي اتعمل ولا ما اتعملش، ايضا المرور اللي بيسمح بان العربيات تستخدم المكان ده للركن بشكل يعني عشوائي وبشكل مقزز لا يسمح باستخدام الطريق بسيوله ومرونه. طيب يمكن من ضمن المشروعات، واحنا بنتكلم عن مشروعات القوميه وبنتكلم عن الطرق تحديدا قبل ما ندخل في ملف تاني من المشروعات القوميه، يمكن من اهم الطرق اللي اتعملت في الفتره الاخيره هو الطريق الدائري الاقليمي. نعم. كان لنا تغطيه خاصه وقت ما تم افتتاح هذا الطريق، طبعا كان في التزام ايضا بالجدول الزمني اللي حضرتك اتكلمت فيه، وربما ده وفر كتير جدا على مصر وعلى كل تقريبا مستخدمي الطرق، طبعا المواطنين والسائقين وكل الناس اللي بيمشي على الطريق ده. بتشوف الطريق ده ازاي؟ بتشوف ازاي سهل الحركه؟ انا بشكرك انك انت يعني قلتي ان الطريق بيسهل، لكن هو انشاء الطريق مش معناه ان انا بسهل الطريق على او بقتصر المسافه فقط. دي تبقى رؤيه محدوده قوي للاستخدام المشروع الاستراتيجي ده. هذا الموضوع، هذا الطريق انما وضع برؤيه استراتيجيه مش لربط المدن فقط واختصار الطريق، لا، لاقامه مجتمعات عمرانيه وصناعيه وزراعيه. صحيح. على جانبي الطريق بالامتداد اللي معمول. بمعنى ايه؟ انا بحاول ان انا اخلق صناعات مغذيه للزراعات اللي موجوده في نفس المنطقه. يعني مثلا على سبيل المثال اذا كانت المنطقه دي بتمتاز بالعنب، بزراعه العنب، واحنا عارفين ان الطرق الصحراويه معظمها بتستخدم في كمزارع عنب ومزارع موز ومزارع فواكه على نحو ما. اذا انا علي ان انا اقيم صناعات غذائيه تخدم هذه الزراعات. ده واحد. اثنين، انا بحاول ان انا انشئ مجتمعات جديدة عمرانية على هذه الطرق، منها ان انا بفتح مساحة الـ7% اللي احنا حاصرين نفسنا فيها على شريان نهر النيل، جانبي طرح نهر النيل منذ اكثر من 7000 عام. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يعني وضع الرؤية، ما وضعش الرؤية عشان خاطر يختصر الطريق من 6 ساعات لأربع ساعات أو من 6 ساعات لثلاث ساعات. لا، ما كانش ده الهدف، وإلا ما أنا موجود عندي وسائل تحقق ده بشكل أكبر، هي مسألة الطيران. لا، هو الفكرة كلها إن أنا بحاول إن أنا أنشئ مجتمعات عمرانية على جانبي الطريق، زي ما احنا بنشوف دلوقتي العلمين كانت ايه؟ كانت عبارة عن نصب تذكاري للحرب العالمية الثانية، بيتم زيارة مزار سنوي للسياح والمحاربين القدامى المرتبطين بالحرب العالمية الثانية.
يأتون إلى منطقة العالمين في فترة. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أنا هنقل إسكندرية الجديدة إلى العالمين، بل هتكون أكثر إشراقا وأكثر رؤية وأكثر ابتهاجا، وإحنا شايفين أن تم إنشاء في العاصمة الإدارية المدينة التراثية والمدينة الحديثة والمدينة الشاطئية، والعمل بيجري فيها على قدم وساق على نحو مبهر. والجميل في الموضوع هي إيه؟ أن السواعد والخبرة التي تقوم ببناء هذه المدن الجديدة سواء كانت العاصمة الإدارية أو مدينة العالمين الجديدة خبرة مصرية 100%، لا تدخل فيها أي خبرة أجنبية، اللهم إلا المكاتب الاستشارية اللي هي بتراجع زي ما قلنا الكود والجودة والمتابعة على نحو إذا ما كان هناك خطأ ما أو تقديم. على ذكر المدن الجديدة عايزة أنتقل مع حضرتك من مشروعات الطرق ومن المشروعات القومية اللي حصلت في شبكة الطرق لمشروعات الإسكان الاجتماعي. نعم. يمكن الملف ده تحديدا احنا كل فترة قصيرة جدا بنشهد تطور ملحوظ فيه، كل فترة قصيرة بنشهد وحدات سكنية جديدة، تسليم وحدات سكنية جديدة، مدن جديدة، مجتمعات زي ما حضرتك قلت وأشرت، مجتمعات عمرانية جديدة في كل الأماكن تقريبا، يعني حتى في الصعيد، يعني احنا بنتكلم هنا عن تنمية عمرانية زي ما حضرتك تفضلت وقلت. بتشوف ازاي مشروعات الإسكان الاجتماعي في الفترة الأخيرة؟ أبرز ما يتم من مشروعات تستحق التقدير ومحط أنظار للمجتمع المصري كله قبل الإسكان الاجتماعي هي القضاء على العشوائيات واستحداث إسكان اجتماعي يتناسب مع كرامة ويعني مكانة المواطن المصري بما يليق بالدولة وقامة الدولة المصرية. بمعنى إيه؟ احنا كان عندنا في مشروع اسمه منطقة اسمها تل العقارب، دي بحث السيدة زينب الآن. أنا بقول إن هذه المنطقة مثال، هي صحيح ما تسلمتش لحد دلوقتي، يعني لسه ما تسلمتش للأهالي، ولكن هي هتكون نسخة جديدة من ما حدث في المقطم من إنشاءات لمدينة الأسمرات، الأسمرات واحد والأسمرات اثنين وغيط العنب واحد وغيط العنب اثنين. صحيح. هذه المنشآت التي تمت على نحو يحفظ للمواطن بشائر كرامته. الخير كنا لسه بنشهد من يعني من 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 ايام قليله جدا بشائر الخير. بشائر الخير ما هي غيط العنب اللي هي بشائر الغيط اللي هي بشائر الخير واحد وبشائر الخير اثنين. انا عايز اقول ان لماذا لا يتم يعني سحب النموذج الذي تم في بشائر واحد والبشائر اثنين لباقي مناطق الجمهورية؟ بمعنى ايه؟ الارتفاع الرأسي هو افضل استثمار للمعمار في مصر ويتناسب جيدا داخل النموذج بتاعه، يتناسب على شكل او على نحو ممتاز داخل القاهرة او داخل العواصم. انا عايز بدل ما ابني العمارة خمس ادوار او ست ادوار ليه ما اطلعش بيها 12 دور و13 دور زي ما اتعمل في بشاير في البشاير واحد والبشاير لكن اتنين. ده بيتم يعني اعتقد بيكون بناء على المنطقه، يعني احنا عندنا على الطبيعه الجغرافيه للمنطقه على الاماكن، يعني مش كل منطقه بيكون ليها طابعها المميز اللي بيتطلب انشاء مشروع سكني بمعايير معينه. لا هو يعني انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، مش طبيعه، مش الطبيعه، انت بتستطيعي انك انت توظفي المعمار وفقا للتراث اللي انت موجوده فيه اللي انت متواجده فيه. صحيح. ولكن الارتفاع وعدم الارتفاع ده في حاجه اسمها مجسات التربه. التربه تتحمل اقامه اساسات تترفع 12 دور او 13 دور ولا ما تسمحش. هو ده هو ده المعوق ده هو ده المعوق الاساسي. طيب ما هو يعني ما عندنا مثلا الاسمرات معمول على 6 ادوار. ايه اللي كان يمنع ان الاسمرات اللي معمول على قواعد صخريه ومناطق صخريه انه يتم رفعها ل 12 دور؟ العماره بدل ما هتاخد مثلا 48 شقه هتاخد اكتر من 100 شقه.
وهكذا يعني. برضو في بحث سيدة زينب أو تل العقارب جنبيها على طول بتوجد أبراج، بالجوار منها بتوجد أبراج، بل مستشفى أطفال مصر تقريبا 10-11 دور. يعني الأساسات تتحمل، طيب التربة نفسها تتحمل التراث. بقى التراث اللي معمول اللي بيتعمل بيه ده أنا اللي بتحكم فيه، أنا اللي بقدر إن أنا أعمل نموذج ينسجم مع طبيعة وتراث المنطقة المحيطة. هو الحقيقة طبيعة المنطقة وأيضا التراث الخاص بالمنطقة زي ما حضرتك قلت، مسألة التربة مسألة مهمة جدا. وأيضا مسألة التعداد في هذه المنطقة، يعني ممكن يكون التعداد في هذه المنطقة يعني مطلوب أو مناسب أن يكون عدد معين، ليس يعني المسألة مش مسألة ان انا بزود ادوار او بزود توسع رأسي زي ما حضرتك قلت وخلاص. انا اعتقد انه القائمين على مشروعات الاسكان بيدرسوا جيدا هذه المعايير كلها. هو بيحسبها، يعني بيكون في شبكة، هو بيحسبها بشكل اقتصادي، هو بيحسبها بشكل اقتصادي. بمعنى ايه؟ ان انا لو رفعت، معلش يعني في المسألة دي مسألة يعني حسابية اقتصادية، الحاكم فيها هو الاقتصاد، مش الحاكم فيها ان الحكومة بتحسب او ما بتحسبش، لا. او الارتفاع مسموح بيه او غير مسموح بيه. انا زي ما قلت لك ان في جنب منها على طول في 12 دور و13 دور جنب المنطقة، لكن هو بيحسب اقتصاديا انا هتكلف قد ايه بان انا اركب بصاعد علشان خاطر ال 12 وال 13 دول. ده بيعتبر لود صحيح. اقتصادي صحيح. وتكلفه على المنشأ، لان المنشأ ده بيتحمل، ما حدش هيقدر يطلع 12 دور على السلالم مترجل، لازم من انشاء مصاعد كهربائيه. المساله دي محتاجه ان يا اما يكون عندي انا نفس الصناعه دي، يعني اكون عندي انا نفس الصناعه، وده اللي احنا بنقوله دائما كصحفيين وكخبراء، نبحث عن القيمة المضافة للمشروع. المشروع ده محتاج ايه؟ محتاج مصنع للطوب. طب انا اقدر اعمل مصانع طوب في نفس المنطقة صحيح. واستخدم الخامات الموجودة صحيح. ممكن صحيح، ويمكن ده اللي احنا بنشير اليه دايما استاذ عصام. انا يعني بعتذر لحضرتك، لكن شدل. لازم نتناول كل المشروعات القومية في الفقرة. هنتناول يعني احنا بنشير اليها، احنا بنشير لده، يعني احنا بنشير لده بايه؟ في ملاحظة وفي قيمة مضافة بتتحط صحيح. بنشير إليها، مش عايزين نتعمق فيها علشان خاطر طيب. يعني ما نستهلكش طيب. الوقت. اتكلمنا عن الطرق، اتكلمنا عن الإسكان والمدن، التوسعات في المدن الجديدة. عايزة كمان أتكلم عن قطاع مهم جدا وأنتقل مع حضرتك من الإسكان لقطاع مهم جدا وهو قطاع الكهرباء. شوف إزاي المشاريع القومية اللي حصلت في هذا القطاع. احنا عايزين نتناول بس عدد اكبر من القطاعات في فقرتنا. الكل يعلم جيدا في مصر ان حتى عام 2014 كانت هناك ازمة كبيرة في الكهرباء والانقطاع المتكرر واللود العالي بسبب الاحمال، لان كان موجود اللي كان موجود في مصر هي شبكة وحيدة بس، وهي شبكة انتاج السد العالي للكهرباء. استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يقيم 3 محطات، وهي محطة بني سويف او بياض، والعاصمة الادارية الجديدة، ومحطة في كفر الشيخ. هذه المحطات الثلاث استطاعت ان تغطي الطاقة الانتاجية لمصر، بل وتفيض. مش ده وبس، كمان قطاع الكهرباء بدأ التحرك بشكل ايجابي في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من اشعة الشمس، استخدام الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء، واستخدام برضو غابات الرياح وتحويل سرعة الرياح وطاقة الرياح إلى طاقة كهربائية. مضيف إلى ذلك كمان ما تم إنجازه، وهو أنا بعتبر أن دول يعني قامتين متلازمتين. بجوار مدينة العالمين الجديدة يوجد مدينة الضبعة أو منطقة الضبعة، ستقام عليها المحطة النووية، ودي أول محطة نووية في مصر تستخدم فيها لتوليد الطاقة الكهربائية، ودي في حد ذاتها بتمثل خدمة لمصر وللاستثمار نقول ايه، للمدن الجديدة اللي ممكن تنشأ في المنطقة الغربية اللي هي منطقة الصحراء الغربية.
تستخدم لمثلا 2080 يتم توفير الطاقة الكهربائية بوفرة وبشكل يخدم التجمعات العمرانية التي ستنشأ في هذه المنطقة إلى 2080. بعد كده احنا هنفكر بقى في يعني استخدام طاقة جديدة، ومش ده بس كمان، ده يعني من ضمن المميزات ان تم استخدام قناطر أسيوط لتوليد الطاقة الكهربائية، واستخدام طاقة تحرك اندفاع المياه لتوليد الطاقة الكهربائية، واحنا شفناها في قناطر أسيوط ومحطة أسيوط لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه على غرار ما تم في السد العالي. ويقال بأن هيتم إنشاء 7 محطات تاني لاستخدام اندفاع المياه أو طاقة المياه، تحرك المياه لتوليد الطاقة الكهربائية على مصر. إذن هيكون هناك فائض كبير جدا في الكهرباء لمصر في المرحلة القادمة. وهذه تعد من المشروعات التي مش تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي بس، تحسب لمصر كلها، لشعب مصر، لأن شعب مصر كله هو اللي بيتحمل عبء هذه المنظومة ويتحمل التوابع الاقتصادية الإضافية اللي أو الضريبة اللي المفروض أنه بيستخدمها. من ضمن استكمال لكلام حضرتك، من ضمن الارقام اللي عرضناها امبارح في فقرتنا الخاصه عن الاقتصاد وما تم من برنامج الاصلاح الاقتصادي، هو مساله الكهرباء، مساله التطور اللي شهدته او شهده قطاع الكهرباء، ايضا انه المستخدم او المستفيد من قطاع الكهرباء وصل الى 100%. ده معناه انه يعني ما فيش مكان او ما فيش مواطن لم يصل اليه او لم تصل اليه الكهرباء، بل اصبح في فائض زي ما حضرتك هو يعني مساله الكهرباء ما كانتش احنا عندنا حوالي 4444 قريه وفي 7000 تابع، يعني اللي هي حاجات تابعه للقرى، هذه المناطق كلها دخلتها الكهرباء ويتم استخدامها، ولكن التغطيه اصبحت 100%، بمعنى أنه لا يوجد مكان في مصر الآن يعاني من انقطاع الكهرباء ولو حتى لعشر دقائق. يعني ده اللي احنا نستطيع أن نؤكده، بأن الكهرباء تكفي حاجة المواطنين وحاجة التصنيع والاستثمار، وتفيض أيضا لاستثمارات جديدة. وده في حد ذاته عد نوع من أنواع الخدمات التي تقدمها الحكومة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للاستثمارات الجديدة، لكسب الاستثمارات الجديدة. واحنا مش شايفين ان الحكومة واقفة عند حد معين، يعني بتقول لا ما احنا خلاص كده احنا غطينا يبقى خلاص، لا ده بالعكس، المشروعات مستمرة وبيتم بحث كيفية استخدام طاقة المياه في انتاج الكهرباء. وسبق ان اشرت وقلت لحضرتك ان هيتم تنفيذ 7 قناطر على امتداد نهر النيل وروافده لاستخدام وتوليد الطاقة الكهربائية على غرار محطة أسيوط وغرار برضو السد العالي في المرحلة القادمة. إذن الحكومة لا تترك يعني فرصة أو يعني بازغة أمل لاستثمار الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر. مش ده بس، لا ده هي كمان بتعد لان يتم انشاء مجتمعات عمرانيه في الصحراء الشرقيه. واحنا شفنا ان في التقسيمات الاداريه اللي قال عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلث الذهب، المنطقه منطقه انا البحر الاحمر صعيد مصر، المناطق دي محتاجين ان احنا نستثمر فيها وننشئ فيها مجتمعات عمرانيه كمان الى جانب المجتمعات اللي احنا بنشوفها وبننشئ التجمعات السياحيه اللي بتنشئ على الساحل. محتاجينه في مصر على مدار السنين اللي فاتت، انه ما يكونش بس الموضوع قاصر على مدن معينه او اماكن معينه فيها ضغط سكاني رهيب، ولكن التوسع في المجتمعات العمرانيه، وده اللي احنا بنشهده دلوقتي. مظبوط. ونتمنى طبعا احنا نشهد المزيد يعني. مظبوط. لو
اتكلمنا عن نقطة مهمة جدا، وهي يمكن المواطن بيهمه جدا الحاجات الأساسية اللي هو بيحصل عليها، زي ما اتكلمنا عن الكهرباء، أيضا بنتكلم عن سلع غذائية أساسية، بنتكلم عن مشروعات أيضا قومية حصلت في هذا المجال، بنتكلم عن صوب زراعية، مشروع كبير جدا تم افتتاحه أيضا منذ أيام قليلة، الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح هذه الصوب الزراعية، أهميتها وأهمية هذا المشروع في فعلا توفير الاحتياج واستغلال حقيقي لعنصري الأرض والمياه زي ما احنا أشرنا. اسمحي لي هنبدأها من تحت كده. لما مواطن بينزل يشتري أي خضار من السوق بيفاجأ بأن الأسعار بتتفاوت يوم بعد اليوم اللي قبله، فيسأل يقول له أصل سعر الدولار علي. الناس ما كانتش عارفه يعني ايه علاقه سعر الدولار بالخضار اللي هو بيشتري. ما يعرفش المواطن المصري البسيط، ما يعرفش ان البذور اللي بيتم بيها زراعه الخضروات والفاكهه في مصر يتم استيرادها لحد فتره قريبه جدا، ودي معلومه مش يعني انا بقولها للمشاهد الكريم، بان مراكز البحوث كانت متعطله عن انتاج البذور الخاصة بالخضر والفاكهة في مصر. حتى أزمة نهاية أكتوبر 11-12 الماضيين كان لابد أن يكون للقيادة السياسية موقفا واضحا بهذه الأزمة. بمعنى إيه؟ إحنا بنشاهد على فكرة دي منذ عشرات السنين، واحنا عندنا المشكلة دي من ساعة ما بدأنا نكف عن انتاج البذور اللازمة للخضروات والفاكهة في مصر واستيرادها بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي. يعني احنا بنستورد بذور بأكثر من 100-150 مليون دولار أمريكي في السنة، بنستورد بيها بذور عشان الزراعة الخضروات. طفى على السطح في الفترة من آخر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، ودي الفترة اللي بيتم فيها نزول البرد والحر الشديد بتتأثر به الخضروات في المزارع وفي يعني في الأرض. فأحيانا بيتحرق الزرع، ما بينفعش، بيفسد، بيهلك قبل ما ينتج. وطبعا مش كله، لكن بيبقى في ازمه في الفتره دي. الفتره دي بتشهد ازمه من كل سنه. صحيح. والناس مش مدركه، لكن الحكومه ادركت ده تماما، ان بعض التجار الجشعين، وادركت وفقا لتقارير استخباراتيه بان هناك 10 من التجار هم الذين يحاولون التحكم في السوق ويحاولون استغلال هذه الازمات برفع الاسعار. يعني جه في مره كده وفوجئنا بان ايه؟ مفيش فاكهه اقل من 10 جنيه. اي حاجه ب 10 جنيه. الحد الادنى لاي فاكهه 10 جنيه، البلح 10 جنيه، في حين ان هو بيكون في السوق الجمله ب 2-3 جنيه. العنب. طيب. كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انعكس ازاي على ما انا هقول لك اهو، ما انا هقول لك اهو. الناس فوجئت بان ايه؟ الحد الادنى هو 10 جنيه لاي سعر فاكهه واي خضار برضو، وانسحب الكلام ده على الخضار. فالحكومه يعني والشعب واقف، كان ورا الموضوع ده 10 من التجار السمان اللي هم بيحاولوا يؤثروا على السوق وبيحطوا ليميت معين للحد ادنى لسعر الخضار او الفاكهه. فادركت الحكومه ده وبدات تعمل اسواق لتخفيف الضغط على المواطن، وبدأت تطرح بمبادرات من الشباب ومن الحكومة ومن الأحزاب السياسية، وتحث الأحزاب السياسية على تنمية هذه المبادرات بإنتاج مثلا زي أزمة البطاطس الأخيرة ودفع بيها. فكان الرئيس بيعد لمشروع الصوب بشكل إيجابي، والعمل كما هو متبع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن غيره من الرؤساء السابقين. لا يتم الإعلان عن المشروع بشكله إلا عندما ينجز بنسبة 95%. هو حتى يمكن يوم افتتاح مشروع الصوب الزراعية اتكلمنا عن غير العنصر المفاجأة، اتكلمنا كمان عن فكرة تأثير مسألة الصوب الزراعية على الأسعار
الدولار زي ما حضرتك قلت، لانه كان في الناس ما كانتش فاهمه ايه علاقه الدولار بسعر الخضار وبسعر الفاكهه، ويعني لو تم فعلا انتاج او تم فعلا عمل مثل هذه الصوب الزراعيه ازاي هياثر على الاسعار، ازاي هياثر على المواطن البسيط، ده مش ايضا هياثر على الصادرات. لا ده مش كده وبس، ده كده احنا هندخل عمله صعبه لمصر ان شاء الله عن طريق تصدير الخضروات. صحيح. لان في الدول الاسكندنافية ودول وروسيا عندهم أكثر من 4 شهور تلج، الأرض لا يتم زراعتها. هذه الدول في حاجة إلى خضروات وفي حاجة إلى منتجات زراعية من الأسواق المصرية اللي الحمد لله إحنا بنتمتع بجو جميل جدا وجو متميز، نستطيع أن نصدر، والصوب هتساعد على ده إن طبعا. شاء الله كما أنها ستساعد على حل الأزمة اللي حالة الاختناق اللي بتحصل في الأسواق بسبب حرق بعض البرد للمنتجات الزراعية في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من كل عام. ده هيتحل ان شاء الله، مش هيبقى فيه أزمة بمشيئة الله في القادم. طيب بما أننا بنتكلم عن مسألة قطاعات متعددة، اتكلمنا عن الإسكان، اتكلمنا عن الطرق، اتكلمنا عن السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب نقطة لابد أن مراكز البحوث بدأت بتكليف سيادي في إنتاج البذور للخضر والفاكهة اعتبارا من الشهر الماضي، والتكليف ده انا بظن انه بيتم اخذه ماخذ الجد لضخ هذه البذور في الاسواق ان شاء الله، وهكون يعني وزاره الزراعه مشرفه على المساله دي بشكل. طيب ده بيندرج ايضا تحت السلع الغذائيه زي ما ما بنتكلم. طيب لو اتكلمنا عن قطاع اخر مهم جدا وحيوي وهو قطاع البترول. بترول وغاز طبيعي طبعا. وصلنا للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، يعني بنطمح طبعا في التصدير وزيادة الصادرات. مسألة البترول وقطاع البترول تحديدا والمحطات والمشروعات التي تمت في هذا القطاع، شوفي أكبر مستثمر معانا دلوقتي هي شركة إيني الإيطالية. صحيح. وفي توجه من الدولة دلوقتي ووزارة البترول بأن يتم يعني التنسيق مع عدد من الشركات الأخرى للكشف والتنقيب في البحر الأحمر بعد إعادة الترسيم. فلولا مسألة ترسيم الحدود اللي شهدته عام 2018 ما كان لنا أن يكون هذا الفتح العظيم في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في هذه المرحلة، وما كنا وصلنا إلى النتيجة اللي احنا بصددها الآن. أنا شايف أن مصر في هتشهد طفرة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي وأيضا البترول والتنقيب عن البترول، إلى جانب التعاون مع الشركات للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر، ده في أكثر من 8 مواقع. وبالمناسبة كان في يعني بداية الشهر كان في زيارة لوزير البترول لمحافظة البحر الأحمر يعني بداية التنقيب عن شركات، التعامل مع شركات أخرى عالمية للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر، وده أنا بعتبر أنه هو نقلة نوعية. التعامل مع الشركات دي بيكون مفيد إلى أي درجة يا أستاذ عصام؟ ده مفيد إلى أبعد مما تتصور. ليه؟ لأنه هما بينقبوا وما يكلفش الدولة أي حاجة، وبياخدوا عمالة، بيسحبوا عمالة من السوق. صحيح. المصري يعني بياخدوا عمالة مصرية إلى جانب عمالتهم، يعني بيوفروا فرص عمل كمان، بتتوفر فرص عمل بالتأكيد، وده بقى اللي احنا عايزين نأكد عليه. صح. احنا عندنا اكتر من معهد لتدريب على البترول خصوصا في السويس وفي الاسكندرية. المعهد دي لابد ان تفتح ابوابها للتدريب التحويلي لخريج الجامعات. ليه؟ علشان خاطر نرجع لموضوع البطالة بقى اللي انتوا سبق اللي كنتوا تناولتوا الملف دول. احنا البطالة كانت عندنا 13.5%، انخفضت الى 10%. صحيح. احنا عايزين نسحب بقى من رصيد ربط مخرجات التعليم بسوق العمل. احنا محتاجين ده بشكل ايجابي، وده مش هيحصل الا عن طريق التدريب التحويلي.
اخد خريج، مش لازم يكون خريج مدرسه الفنيه للبترول او الخدمات البتروليه، وادربه على تحويلات للتحويل القطاع للعمل في هذا القطاع. طيب مساله البطاله خلينا نركز مع حضرتك فيها، لان احنا تناولناها امبارح بشكل مفصل. من 13.5% انخفض معدل البطاله ل 10% دلوقتي. طيب ال 3.5% اللي تم الانخفاض او المعدل اللي انخفض في البطاله، علاقته ايه بالمشروعات القومية؟ توزع ازاي؟ يعني حضرتك لما بتيجي تقيس علاقة المشروعات القومية اللي احنا بنتكلم عنها دي في كل القطاعات بمسألة توفير فرص عمل، بتقيسها ازاي؟ بداية احنا لازم نقول ان مشكلة البطالة ما هياش مشكلة مصر بس، دي مشكلة العالم كله. مش العالم العربي فقط، لان البطالة على مستوى العالم العربي وفقا تقرير منظمة العمل العربية وصل ل 14.5% في العالم العربي. احنا عندنا في مصر علشان خاطر مشكله البطاله دي حاطين شروط قاسيه جدا في مساله التعامل مع الشركات الاجنبيه في اي قطاع من القطاعات. واكبر مثال هو مساله انتاج الذهب، رغم ان احنا ما عندناش مصانع، ما عندناش مدارس فنيه للتدريب على صناعه الذهب. التعامل مع الشركات الاجنبيه بيكون شرط انه العماله تكون مصريه؟ العماله تكون مصريه بنسبه 90% و10% فقط عماله اجنبيه، ده القانون اللي بيقول كده، القانون العمل اللي بيقول كده، بيقول ان نسبه العماله اللي يتم استخدامها للعمل على الاراضي المصريه في اي مشروع من المشروعات بشكل مطلق 90% تكون مصريه، 90% مصريه، 10% عماله اجنبيه لا تزيد عن هذا، وتكون من الخبرات الفنيه النادره. يعني شرط كمان صحيح. مش ان اي عماله، يعني انا بفرض ان انا بشتغل في النسبه دي عندي والعماله دي انا عايز اكمل العماله دي، مش لا مش مسموح ليك، ده انت ده هي وفقا لمواصفات ومعايير معينه. انه ال 10% مش بس عشان خاطر تشرك عماله اجنبيه وخلاص، لا ده انت عشان كمان تشرك خبرات نادرة، خبرات تكون لها مواصفات معينة تعمل على تدريب العمالة المصرية لتحل محلها صحيح في المستقبل. يعني هو مش بس انت مش بس بتوفر من خلال القانون 90% ال 90% ده في الشركات الأجنبية، لكن انت كمان مش بس بتوفر لهم فرصة عمل، لا انت كمان بتدربهم وبتديهم الخبرة اللي يمكن هم مش موجودة عندهم. والقانون كان واضح جدا في مسألة كمان الشركات اللي هي المالتي انترناشونال او الشركات اللي هي متعددة الجنسيات، ايضا ينسحب عليها ما ينسحب على العمالة الاجنبية في سوق العمل المصري. لذا فان مسألة البطالة دي مش هيتم القضاء عليها بشكل يعني مستمر وبشكل نشيط إلا من خلال التدريب التحويلي. لابد أن يتم إنشاء هيئة عليا للتدريب في مصر. طيب. دي نمرة واحد. طيب. وبعد كده نسحب بقى التدريب التحويلي والتدريب التكميلي، نوعين من أنواع التدريب، علشان خاطر نسحب من سوق العمل الخبرات المصرية والمؤهلات المصرية ونربط سوق العمل بمخرجات التعليم. طيب استاذ عصام، في نقطه مهمه جدا او رقم مهم جدا اتكلمنا عنه الفتره اللي فاتت كتير جدا، عايز اعرف علاقته ايضا بالمشروعات القوميه غير البطاله، وهو معدل النمو. وصل معدل النمو الان الى 5.3%، معدل النمو الاقتصادي. نعم. علاقه المشروعات القوميه سريعا بهذا المعدل، او وصلنا لهذا المعدل؟ شوفي، كل ما يتم المشروعات القوميه دي منتج من المنتجات بيسحب من سوق العمل، بيسحب من سوق العمل ومن البطاله عماله، حتى وان كانت هذه العماله عماله مؤقته او يوميه. بتستفيد بسوق العمل. اذا ده بيأكد لينا ان ده بيأثر على نسبة او مستوى النمو، التضخم ايضا بيقل ما بيزيدش، بيبقى فيه حراك في سوق العمل، بيبقى فيه حراك ايضا في السوق التجاري، التعاملات التجارية بتتغير، لأن أنا لما أشتغل وأخد 100 جنيه مثلا كعامل يومية برجع بينعكس على بيتي وعلى المشتريات. صحيح. فالسوق بيتحرك. الحركة دي بتساهم في رفع معدل النمو. برافو عليك، بتساهم في رفع معدل النمو، وبتساهم أيضا في رفع مستوى دخل الفرد.
طيب انا طبعا بشكر حضرتك, فقرتنا انتهت. بشكر حضرتك, بشكر شكرا بي. جزيلا استاذ عصام الكاشف, مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط, شكرا على وجودك معنا. يلا شكرا. مشاهدينا الكرام, بعد الفاصل هيكون ايضا معنا فقره اخرى. الفقره اللي هتكون معنا بعد الفاصل هتكون عن تطوير المنصات الرقميه الاعلاميه اللي يمكن اصبحت ضروره في مجتمعنا, مع ضيفنا اللي هيكون معنا في استوديو هذا الصباح, الاستاذ الكاتب الصحفي عمرو عاشور, مدير التحرير المحتوى الرقمي بمجله هي. خليكم معنا بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه في هذا الصباح. مؤخرا بدا عدد من الصحف الالكترونيه والمجلات المتخصصه في الاهتمام بالمحتوى الرقمي بشكل كبير, وانتاج فيديوهات وجرافيك للموقع الالكتروني وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. ده في العصر اللي بقى فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي طبعا عايزين يعرفوا المعلومه باسرع وسيله وفي اسرع وقت ايضا وبطريقه جذابه. ده اللي يمكن دفع الصحف والمنصات الاعلاميه انها تتطور من نفسها في هذا الامر. هنناقش تفاصيل كتير عن هذا الموضوع, المحتوى الرقمي, مع ضيفنا في استوديو هذا الصباح, مدير المحتوى الرقمي بمجله هي, الكاتب الصحفي عمرو عاشور. اهلا بيك عمرو, صباح الخير. صباح النور, اهلا بحضرتك. اهلا. بنتكلم عن المحتوى الرقمي, بنتكلم عن فكره وجود شكل جديد, هو مش جديد قوي يعني, لكن هو شكل الناس بتعرف من خلاله المعلومه. دلوقتي الناس ما بقتش بتهتم انها تقعد تسمع حوار طويل او تقرا ملف كبير, لكنها عايزة محتوى رقمي سريع تعرف من خلاله أرقام, إحصاءات, معلومات. الأول تعرف الناس هو إيه المحتوى الرقمي في الصحف والمجلات المتخصصة. المحتوى الرقمي هو أي حاجة لها علاقة بالأونلاين أو الويب كونتنت. فكل ما هو محتوى أو فيجوال كونتنت, جرافيكس, تكست موجود على الأونلاين فهو أوريدي محتوى رقمي. الفكرة نفسها أن التغيرات اللي حصلت في الفترة الأخيرة أو آخر 5 سنين هو فكرة الانتقال من الترديشنال ميديا أو زي ما بيقولوا الإعلام التقليدي للأونلاين ميديا. فشفنا احنا قدامنا سواء كانت التلفزيون أو الصحف أو الراديو تغيرت بشكل معين واتجهت أن هي تبقى متواجدة بقوة على المحتوى الرقمي. وده اللي حصل الفترة الأخيرة. الأرقام نفسها اتغيرت بصورة كبيرة جدا من ناحية عدد اليوزرز اللي اتجه بصورة كاملة للمحتوى الرقمي. فلو بصينا حتى مؤخرا هنلاقي بعض المنصات الاجتماعية زي سناب شات ان هو اهتم ازاي ان هو ينقل فكرة الترديشنال ميديا عنده على المنصة بتاعته. فعندنا دلوقتي ما يقارب 100 برنامج او 100 حلقه بشكل اسبوعي موجوده على سناب شات كمنصه. البرامج نفسها دي بتنفذها صحف وبتنفذها في نفس الوقت قنوات تلفزيونيه كبيره زي اي بي سي الامريكيه, وبتنفذها مجلات كبيره موجوده بره زي اي اونلاين او فايس او اكتر من اتجاه. الهدف هو لجوء المستخدمين لهذه النوعيه, ولا بيكون الهدف ايه من هذه القنوات والمنصات الاعلاميه؟ الهدف ان التغيرات اللي حصلت الفتره الاخيره ان كل اليوزر او اليوزر اكسبيرينس نفسها اتغيرت من مشاهده محتوى متواجد اوريدي على التلفزيون او قراءه صحيفه بشكل معين, ان هو محتاج ان هو يشوف كل حاجه بشكل مبسط على السمارت فون بتاعته. فاوريدي اليوزرز ما بقاش ان هو متجه بصوره كامله ان هو يتفرج على الحاجه دي. فالانتقال نفسه حصل ان الصحف دلوقتي او القنوات التلفزيونية الكبيرة المتواجدة في امريكا واوروبا ان هي بتحاول بشكل معين ان هي تغير الاستراتيجي بتاعتها, فان هي تتحول تلقائيا لما يتناسب مع اليوزرز نفسها اللي موجودين حاليا. بعرف يا عمري يعني يمكن من القواعد اللي احنا كنا القواعد الاساسية اللي كنا بندرسها واحنا بندرس الاعلام انه ظهور وسيله جديده ما بيلغيش الوسيله اللي قبلها. مظبوط. احنا واحنا يعني لما كنا بنسمع الراديو زمان, الناس لما كانت بتسمع الراديو زمان وظهر التلفزيون الراديو ما اختفاش, ولحد دلوقتي الناس بتسمع الراديو وهكذا. بتتوقع المحتوى الرقمي ده يعني الى اي مدى ساهم في مش هنقول اختفاء لانه طبعا ما فيش وسيله اختفت, ولكن قله استخدام الوسائل الاخرى التقليديه؟
احنا مش هنقول قلة الاستخدام، بس احنا هنقول ازاي الوسائل التقليدية الاخرى هتعمل عملية الميرج، ان هي تقدر تستفاد باليوزر او تقدر ان هي تقدم محتوى يلائم طبيعة الفئة الشبابية او الفئة اللي بتستخدم الانترنت بشكل عام. فاحنا لما بنتكلم على فئة بتتراوح سنها ما بين 18 الى 32 سنة، فاحنا بنتكلم على فئة عمرية محتاجة نوعية محتوى معين عشانك تلائم افكاره وتلائم توجهاته. فهو ده اللي حصل الفترة الاخيرة، ان كل الاونلاين او كل الصحف بشكل معين ان هي اتجهت بشكل كبير لدي، وده اللي شفناه حتى ناحيه المحتوى الرقمي اللي هو ليه علاقه بالفيديو كونتنت. فشفنا مؤخرا فيسبوك اطلق منصه فيسبوك ووتش، تمام، وان هو عمل شراكات اعلاميه مع البابليشرز حوالين العالم لانتاج محتوى حصري. شفنا الصوره الكبيره اللي بان عليها المحتوى اللي بيقدمه منصه زي نتفليكس مثلا، دلوقتي عندها اخر احصائيه الكوارتر 4 لسنه 2018 ان هم وصلوا ل 142 مليون مشترك. يعني حاليا هم عندهم ما يقارب 142 مليون سبسكرايبرز على المنصه بتاعتهم، وده رقم كبير. حتى كريفينيو نفسه او كعائدات، العائدات بتاعتهم وصلت لاكثر من 16 مليار دولار في 2018، وده رقم كبير. الفكره نفسها ان ازاي المنصات نفسها دي بتعمل عمليه الانفست او الاستثمار نفسه في المحتوى او الكونتنت. في النهايه الكونتنت هو الاساس لاي وسيله اعلاميه، سواء كانت الوسيله دي مقروءه او وسيله اذاعيه او وسيله اعلاميه، لان هو اول ما بيستثمر بشكل جيد جدا في الكونتنت بتاعه هو بيكون في عوائد. وده اللي حصل، ان نتفليكس السنه اللي فاتت بالظبط ان هي استثمرت ما يقارب 6 مليار دولار بس في البرودكشن او في المسلسلات والدراما التلفزيونيه، وفي 2019 ان هي بتستهدف ان هي توصل لاكثر من 13 مليار دولار ان هي انفست فقط لا غير بس في المحتوى الاوريجينال بتاعها. فدي التغيرات او ده الشكل الجديد اللي هو بيحصل حاليا. شهدت تفاعل المنصات الاعلاميه، بتلاقي تفاعل من جانب الفئات العمريه اللي انت اتكلمت عنها، احنا بنتكلم من سن 18 ل مثلا 25 او حتى ل 30 سنه، مش هيلجأ ان هو يشوف الاخبار او حتى يشوف اي حاجه اي ماده من الوسائل التقليديه، ولكن هو عايز وسيله اسرع وجذابه اكتر. المنصات الاعلاميه شهدت تفاعل من الفئه العمريه دي؟ شهدت تفاعل، حتى لو اتفرجنا احنا او شفنا الفتره الاخيره القنوات التلفزيونيه او القنوات الاخباريه بصفه خاصه انتقدت لعمليه اللايف ستريم بشكل كبير. صحيح. جدا على مزبوط. السوشيال ميديا، فهو اوريدي في نشر اخباريه، هو ممكن يكون مش متوقع العدد نفسه ان هو او الرساله نفسها ان هي توصل لعدد كبير من الناس، فهو اوريدي بيعمل عمليه الانتقال نفسها ان هو بيحول رسالته بشكل دايركت ومباشر على منصات التواصل الاجتماعي. فبنلاقي لو في خبر عاجل دلوقتي، نفس الخبر العاجل بيكون على السوشيال ميديا سواء كان فيسبوك او تويتر بشكل لايف ستريم. اوريدي اليوزرز نفسه اللي متواجد على المنصه دي او مش بيفتح التلفزيون، هو اوريدي بيتفرج على الـ على الـ على المحتوى اللي بتقدمه القناه التلفزيونيه. فكده في عمليه كونكت، وفي نفس الوقت الانجيجمنت نفسها ما بين اليوزر وما بين الوسيله نفسها. دلوقتي احنا لو بنتناقش بشكل معين في موضوع، اليوزر حاليا او المستخدمين حاليا هم بيدونا بعض الافكار او بعض الرؤى وبيشاركونا في نفس اللحظه. بيشاركونا في نفس اللحظه حتى في البرامج التقليديه بتاعتنا، او حتى في وسائل الاعلام التقليديه زي ما احنا بنتكلم، احنا في وسيله اعلاميه تقليديه التلفزيون، لكن ممكن ان انت تشرك المشاهدين، واحنا بنعمل كده كل فتره من خلال منصات التواصل الاجتماعي طبعا، انك تطرح سؤال وتقيس درجه معينه، تقيس نسبه من خلال الفئات اللي بتدخل، حتى انت بتقدر تعرف السن الخاص بيهم، بتقدر تعرف التقييم كل فرد منهم، بتقدر تعرف نسبه لموضوع مزبوط. معين او تقيس نسبة لموضوع معين. الموضوع بقى اسهل بكتير. يعني الاهم من كده كمان ايصال الرسالة نفسها كمان. يعني احنا لو اتكلمنا عن مجموعة سي بي سي او قناة اكسرا تحديدا، احنا شفنا الفترة الاخيرة الفيديوز اللي بتنشر لبعض البرامج اللي هي من انتاج المحطة التلفزيونية بشكل كبير جدا جدا، بتوصل لعدد كبير من الناس. فبنشوف طبعا. احنا ملايين المشاهدات، وده في حتى تحديد للمعلن اليوزر هو رايح لاي برنامج تحديدا او بيتفرج على اي نوع من المحتوى تحديدا. المشكلة كانت في الميدل ايست او في الشرق
الشرق الاوسط بصفه خاصه ان هو ما فيش نظام ريتنج، فاوريدي المعلن لما بيحب ان هو يعلن عن حاجه ما عندهوش احصائيات دقيقه غير احصائيات شركات البحوث او شركات البحوث الاعلاميه اللي هي بتقدم بعض التصنيفات اللي هي بتكون عينات عشوائيه بس ما بتكونش عينات حقيقيه او ما بتكونش عينات بتستهدف نسبه صحيحه اللي احنا بنتكلم عنها بنسبه 100%. بس في وسائل الاعلام الجديده لا، يقدر انه يقيس. انا عارف ان الكونتنت بتاعي هيوصل ل 3 مليون شخص، صحيح، فده اوريدي. حتى الارقام بره، احنا لما بنتكلم بره قناه اي بي سي مثلا لما انتجت البرنامج بتاعها على سناب شات هم عندهم 30 مليون مستخدم شهريا، في 30 مليون شخص بيتفرج على النشرات الاخباريه فقط اللي هي من انتاج المحطه التلفزيونيه، وبيحاول ان هم يكونوا اكتف. كمان في حاجه، الانتقال نفسه مع طبيعه المستخدم، شايفين الفيديوهات الفتره اللي فاتت بتنتقل من الشكل العرضي للشكل الطولي او اللي احنا بنسميه فيرتيكال فيديوز نفسها، فبنشوف دلوقتي المستخدمين حابين الشكل نفسه ضيق، او المستخدمين الصغيرين هو عايز يتفرج على الفيديو كونتنت بشكل يلائم السمارت فونز بتاعته. طيب خلينا نتكلم عن الاليات وطرق استخدام هذا المحتوى. يعني احنا اتكلمنا دلوقتي عن الاهداف وعن الفئات العمرية وعن التأثير، كمان احنا عايزين بقى نتكلم عن الاليات. مدير المحتوى الرقمي في مجلة هي بتقوم ازاي بإدارة هذا المحتوى، بتقوم ازاي بعرض المعلومات على اليوزرز او المستخدمين، وايه الطرق اللي انت او اسهل الطرق اللي بتتواصل معهم بيها؟ احنا عندنا في اتجاهين، في المحتوى اللي معروض على الويب او على الويب سايت الاساسي هي مجد.com، وعندنا منصات التواصل الاجتماعية، بالاضافة عندنا وحدة الفيديو برودكشن اللي هي احنا بننتج من خلالها برنامج على سناب شات، وفي نفس الوقت بننتج من خلالها مواد حصريه متواجده اوريدي على 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 منصتنا الجديده هي تي في. تمام، فبنحاول بشكل معين، احنا محتاجين المستخدم، بنحاول ان احنا نرصد اتجاه المستخدم هو محتاج ايه. المستخدم مؤخرا هو حابب ان هو يتفرج على فيديو كونتنت فقط لا غير، مش محتاج ان هو يقرا تكست، مش محتاج ان هو يتابع حوارات بشكل مطول، هو محتاج ان المعلومه توصل له في فيديو مساحته او الديورشن تايم بتاعته من 3 دقائق لخمس دقائق بشكل بسيط جدا جدا، ويكون في نفس الوقت حوار مع بعض الاشخاص اللي هو بيحبهم. عشان كده حتى منصات الاعلام الجديده دلوقتي بيعملوا حوارات مع فيجرز عاليه جدا جدا، ومؤثرين المؤثرين الاجتماعيين بقوا بشكل معين ان هم ليهم اهتمامات في الاطار نفسه ده. طيب التكلفه بتكون اعلى في المحتوى الرقمي؟ على حسب الاتجاه بتاع المؤسسه نفسها. بس انا عندي راي، كل ما المؤسسه الاعلاميه ان هي بتحاول تو انفست مور، ان هي تدفع فلوس اكتر في المحتوى، فالعائدات ممكن ما بتكونش لحظيه بس العائدات ممكن فيما بعد. لان في النهايه انا ازاي اقدر اني انا انتج محتوى خاص وحصري للمنصه بتاعتي، وفي نفس الوقت ازاي افكر ان هو يجيب عوائد اعلانيه. المعلن حاليا بيتجه للفيديوهات الرقميه بشكل معين لان هو قادر ان هو يوضع الاعلان بتاعه بشكل تقليدي. فالمعلن دلوقتي هو مش حابب ان هو يكون الاعلان بتاعه عباره عن بانرز في الويب سايت او في الموقع. هو دلوقتي في اشكال جديده حتى للاعلانات دلوقتي، فاحنا لما بنتفرج على اي موقع له علاقه او فيديو كونتنت دلوقتي، فهو في اوريدي عندنا حاجه اسمها البري رور، الميد رور. البري رور هو بصفه خاصه ان هو الاعلانات اللي هي بتتحط قبل الفيديو، والميد رور هي الاعلانات اللي بتتحط في وسط الفيديو. فاوريدي حتى اليوزر نفسه هو كانت سكيب ذا ادس، يعني هو ما بيقدرش اصلا ان هو يعمل سكيب للاعلان نفسه. فانا بديله مثلا ان هو لازم يتفرج على الخمس ثواني الاعلان، صحيح، الاعلان ده، فهو بمجرد ما ينتهي هو هيشوف المحتوى اللي هو عايزه هو بيدور عليه اصلا. لكن في نفس الوقت المعلن بيقدر ان هو يوصل له، المعلن بيوصل، والارقام الار او اي بالنسبه للمعلن بتكون عاليه جدا جدا، اللي هو اوريدي عارف كام واحد شاف الاعلان بتاعه. صحيح. بعكس البانرز في النهايه لما نبص على مفيش وسيله للقياس،
مفيش وسيله للقياس. مظبوط. هتقيس ازاي كم واحد شافه؟ ما اكيد يعني مش هتمشي في الشارع تشوف كل واحد شاف كل واحد البانر. شاف قد ايه بالظبط. وحتى البانرز على الاونلاين لما الشركات الاعلانات كانت عندها ازمه حقيقيه ان السيتي ار نفسه بيكون منخفض جدا اللي هو الناس ما بتضغطش على البانرز علشان تروح لموقع الوسيله او موقع المعلن نفسه. في النهاية الإعلام هي علاقة مترابطة ما بين في معلن هو بيدفع فلوس عشانك الإعلام بتاعه ده يروح لأكبر شريحة من الجمهور. الشرايح اتغيرت بشكل معين، الناس بعدت بشكل كبير عن الصحف، واحنا شفنا الفترة الأخيرة ان ارقام توزيع الصحف قلت بشكل كبير جدا مش بس في مصر، لا في المنطقه العربيه بصراحه. مساله الشرائح اللي انت بتتكلم عنها دي يمكن احنا كنا بنسميها يعني وقت ما كنا بندرس انه الجمهور المستهدف، ان انت لازم يعني تدرس الجمهور، انت مش بس بتعرف الفئه العمريه بتاعته، لا انت بتدرسه. يعني لازم تعرف ميوله، لازم تعرف اتجاهاته، ولازم كمان تعرف هو عايز المعلومه توصل له ازاي. يعني مش بس انا الجمهور المستهدف بتاعي سيدات، او مش بس الجمهور المستهدف بتاعي شباب، ولكن انا الجمهور المستهدف بتاعي كمان هو عايز ايه بالظبط، انا بدرس ده من خلال طبعا بحوث. اكيد طبعا. يعني احنا في مجله هي احنا الجمهور بتاعنا اكتر في ميل اودينس، فلان احنا مجله نسائيه. صحيح. فانا ازاي ان انا بقدر ان انا ابني محتوى ليه علاقه بالنساء او بالفئه العمريه نفسها. فانا اوريدي المعلن لو جاء عندي لقى نسبه الرجاله عاليه في الويب سايت، فدي بالنسبه لي انا في ازمه حقيقيه، ان مفيش الفئه العمريه اللي انا مستهدفها بعدت عني. فانا بحاول ان انا اشوف الاسباب ورا ديا. فانا دلوقتي لما بهتم باللايف ستايل او بهتم بالفاشون او بهتم بمحتوى له علاقه بالبيوتي كونتنت، فانا عارف ان انا بوجه المحتوى لفئه معينه من النساء، وفي نفس اللحظة أنا عايز أوجه المحتوى بتاعي لشريحة معينة. فأنا بستهدف أني أنا أوجه الرسالة بتاعتي من سن معين، من 18 ل 20، من 18 ل 24. الوسائل الإعلامية مش بتعتمد فقط لغير على الأورجانيك أو اليوزرز اللي بيجي لها بشكل دايركت، هي كمانك بتحاول على قدر الإمكان أن هي تروح للمعلن عن طريق البيت كونتنت، ان انا بقدر ان انا انفست ان بيت كونتنت. فانا بوجه الرساله بتاعتي عن طريق منصات التواصل الاجتماعيه بشكل معين، ان المحتوى نفسه او الكونتنت نفسه ده هيروح للفئه دي فقط لا غير. طيب، البعض بيعتقد انه المحتوى اللايت او المحتوى الترفيهي الناس بتقبل عليه اكتر. انا يعني ما اقدرش اقيس ده، انا بسالك انت طبعا، لكن يعني انا بشوف انه البعض بيتابع دلوقتي الاخبار وبيتابع الازمات العالميه اللي بتحصل في كل حتى الدول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال انفوجراف ومن خلال كل تقريبا عناصر المحتوى الرقمي ده. انت بتشوف ازاي الاقبال على مستوى على الجانب الترفيهي بيكون اكبر فعلا؟ المستوى الترفيهي بيكون اعلى، حتى لو بصينا على السبسكرايبرز نفسها الاتجاهات رايحه لفين، مش هتلاقي مثلا في قنوات معينه ان هي بتستهدف 3 او 4 مليون مشترك ليها عن طريق مثلا ديجيتال سبسكرايبر او البيت كونتنت زي ما بيقولوا، او البي تي في مثلا زي ما احنا بنقول. مفيش، بس الاتجاه هو بصوره كامله الجانب الترفيهي، خصوصا الافلام والمسلسلات، والرائد في داية عالميا نتفليكس، وكمان عندنا امازون برايم نفس الحدوته او نفس القصه، عندنا اتش بي او منصه تلفزيونيه اتجهت بشكل كبير ان هي تروح للاتجاه الرقمي. تمام. بس القنوات الاخباريه الفترة الأخيرة ما عندهاش القدرة ان هي تستهدف يوزر او تستهدف مشتركين ان هم يقدروا يدفعوا لها بشكل معين او بشكل شهري رقم او طيب عمرو احنا معنا خبر عاجل حابين ان احنا ننوه عليه. الاول الخبر العاجل انه قامت وزارة الداخلية بمداهمة 3 اوقار ارهابية في محافظتي الجيزة وشمال سيناء، وقامت ايضا بقتل 40 ارهابيا. مرة اخرى، وزارة الداخلية داهمت 3 اوقار ارهابية في محافظتي الجيزة وشمال سيناء وقتلت 40 ارهابيا. طبعا هنتابع
العمليات وهنتابع كل هذه العمليات التي تقوم بها وزارة الداخلية. طبعا ده في إطار الاستعداد لتأمين أعياد الميلاد وأيضا تأمين احتفال المصريين برأس السنة وأعياد الميلاد واستعدادات وزارة الداخلية وأيضا العمليات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الداخلية في القبض على هؤلاء الإرهابيين. أي تفاصيل جديدة قد تطرق في هذه الجزئية هنتابعها مع حضراتكم على مدار اليوم. طبعا ارجع لك تاني عمر بنناقش لسه بنناقش المحتوى الرقمي وانت كنت بتتكلم عن المحتوى الترفيهي وانه من خلال قياس متابعة المحتوى بتلاقي انه المحتوى الترفيهي طبعا اكبر. المحتوى الترفيهي وخصوصا المحتوى اللي ليه علاقة بالمسلسلات والافلام ده رقم واحد. رقم اتنين المحتوى اللي ليه علاقة بكرة القدم شفنا فيه طبعا أكتر مظبوط. المشترك نفسه هو مش حابب يدفع غير في حاجة من الاتنين دول. يدفع على قناة تلفزيونية أو يدفع على منصة رقمية إن هي بتقدم له الماتشات بشكل لايف معين عن طريق مثلا الكونكت بتاعته أو يدفع في مسلسلات يقدر يشوفها في أي وقت. حتى الكوست برودكشن للمسلسلات الأونلاين بقت مرعبة بشكل كبير. يعني عندنا مسلسل إنجليزي اسمه ذا كراون. ذا كراون كان الكوست بتاع السيزون الأول أو الموسم الأول بتاعه 130 مليون دولار فده كان رقم مرعب. يعني زي ما احنا بنتكلم فيه ان هو انتاج ضخم جدا جدا. فاوريدي الجمهور حابب ان هو بشكل معين ان هو يتفرج على المحتوى الترفيهي بشكل اكبر. فمعظم الشركات اتجهت مؤخرا للاتجاه ده وشفنا كمان حتى في منطقه الشرق الاوسط في اكتر من شركه بتحاول ان هي تستثمر في الـ في الـ في الـ في, في الاونلاين سبسكريبشنز زي ما بنقول احنا بشكل معين ان هو ازاي يجذب شرايح مختلفه من الجمهور ان هي تشترك او او او, أو تدفع بشكل شهري رقم معين او رقم محدود. يعني عندنا احنا دلوقتي بنتكلم ان اشتراكات بعض المنصات الاجتماعيه بتوصل من 10 ل 15 دولار شهريا. فالمشترك هو بيدفع الرقم ده عشانك يتفرج في النهايه على محتوى مميز ان هو يقدر يشوفه. طيب عايز اعرف ايه هي العوائق او الصعوبات اللي بتواجه المحتوى الرقمي؟ يعني ايه في هل في حاجه بتعوقك وانت بتدير المحتوى الرقمي في المجله؟ هو ما فيش عوائق اكتر ما في التغيرات اللي بتحصل بشكل متغير للجمهور. جمهور المحتوى الرقمي هو جمهور متقلب بصفه كبيره جدا جدا. هو جمهور النهارده ممكن يتفرج على حاجه ويستمتع بيها جدا جدا حاجه ما تقدرش انت تكون ضامنها او مزبوط. يعني تراهن عليها مزبوط. لازم تتغير بشكل معين ان هو بعد شهر انت لو قستي نفس المحتوى اللي انت قدمتيه من شهر وحقق نجاح ان هو ممكن ما يحققش نفس النجاح اللي اتحقق من شهر لان التغير نفسه بتاع الجمهور هو بيفكر باسلوب مختلف وبيفكر باسلوب بقى اسرع من الوسيله الرقميه اللي بيتابعها. فالوسيله الاعلاميه لازم بتكون بشكل متكرر ان هي وسيله بتحاول ان هي كل لحظه تقدم جديد كل ثانيه ان هي تقدم بشكل معين محتوى جديد يلائم السرعه اللي بتحصل حوالين اليوزر نفسه. طيب عايزه كمان اعرف انتشار المحتوى الرقمي في العالم العربي بتشوفه ازاي؟ يعني هل احنا حققنا تطور في هذا المجال؟ كل كلامك كان على منصات إعلامية أجنبية ومنصات إعلامية دولية استطاعت أنها تستغل المحتوى الرقمي ده يعني أحسن استغلال تقريبا حتى المعلنين والمستخدمين قدروا أنهم يوصلوا عدد أكبر ملايين المستخدمين. هل إحنا في العالم العربي قدرنا أن إحنا نحقق التطور ده في المحتوى الرقمي؟ إلى حد كبير كان في بعض القنوات التلفزيونية اتجهت مؤخرا إن هي للجمهور تو سبسكرايب إن هو ينتجوا محتوى حصري للجمهور. بس معظم التجارب دي تعتبر تجارب بسيطة جدا جدا وتجارب لسه في طور التطور لأن في النهاية بيكون في خوف من المؤسسات الإعلامية إن هي تنتج بشكل كبير جدا جدا وما يكونش فيه العوائد المتوقعة لده. فمعظم المنصات الاجتماعية بشكل معين
ما قدرتش ان هي تستهدف كم كبير، بالرغم ان عدد الجمهور في العالم العربي بيتزايد باستمرار بالنسبه لاستخدامه للمنصات الاجتماعيه. عندنا ما يقارب اكتر من 70 الى 80 مليون شخص في الوطن العربي بيستخدموا الانترنت بشكل كبير وبيتابعوا كل لحظه. عندنا في مصر القوه مهوله، عندنا ما يقارب 30 مليون مشترك للانترنت او اكتر من 30 مليون مشترك للانترنت، فده رقم كبير جدا جدا. بس استغلال الارقام دي ان هي تحقق عوائد إعلانية لحد الآن في المحتوى الرقمي مش موجودة، أو بنتكلم إن هي لحد ما تكون حاجات صغيرة جدا جدا لا تذكر بالنسبة للمنصات الأجنبية. المنصات الأجنبية الاستفادة بتاعتها في السوق العربي أكبر من المنصات العربية نفسها. ولو قارنا بين منصة زي شاهد مثلا ومنصة تانية زي نتفليكس، لا احنا بنتكلم ان نتفليكس عندها طبعاً ما يقارب طبعاً اكتر من 2 مليون سبسكرايبرز الميدل ايست، فده رقم كبير جدا جدا بالنسبه لمنصه اجنبيه. هي الناس يعني انا اعرف ناس اصدقاء يعني هم حياتهم كلها في هذه المنصات، يعني هم يعني تقريبا ما بيشوفوش باقي الوسائل، مش بس الوسائل التقليديه، لا حتى المحتويات الرقميه الاخرى مش بيشوفوها. طيب كنت عايز اسالك عن حاجه تانية وهي ليها علاقه بدراسه هذه الاليات او دراسه هذا المحتوى. يمكن احنا لما ارجع تاني لمساله الدراسه، يمكن الموضوع ده استجد بعد 2011 تحديدا، الموضوع بقى زياده. يعني قبل 2011 يمكن كان استخدام هذه المحتوى او هذا المحتوى مش كبير زي بعد 2011، التطورات زي ما حاجات كتير اتغيرت بعد طبعا تطورات الربيع العربي. طيب عايز اعرف منك الدراسه، هل في دراسه لهذا المحتوى الرقمي دلوقتي موجوده؟ في دراسات، والدراسات المحتوى الرقمي مش بس بتستهدف 2015 او 2016 او العام اللي احنا فيه 2018، الدراسات نفسها ان هي بتستهدف لحد 2027 و2028. اتجاهات الاعلام الرقمي بصوره كامله بتكون اتجاهات بعيده المدى، فا اوريدي احنا دلوقتي الاستهداف. طيب احنا معلش يا عمرو، احنا مضطر ان انا اقطعك لاني لازم انوه عن الخبر العاجل اللي كان معانا من شويه، ومعانا دلوقتي بيان من وزاره الداخليه. مشاهدينا الكرام، ننوه مره اخرى لهذا البيان القادم من وزاره الداخليه عن الخبر اللي رصدناه لحضراتكم منذ قليل، استمرارا لجهود وزاره الداخليه في مجال ملاحقه العناصر الارهابيه المتورطه في تنفيذ بعض العمليات العدائية، والتي تسعى للتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني ومحاولة النيل من مقدرات الوطن. توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية بتستهدف مؤسسات الدولة خصوصا الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة، وأيضا رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية. تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا. أسفرت نتائج التعامل معهم عن مصر عدد 40 إرهابيا، وذلك على النحو التالي: عدد 14 إرهابي في منطقة مساكن أبو الوفا بالحي 11 دائرة مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وعدد 16 إرهابيا بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات في محافظة الجيزة. طيب مرة أخرى نتلو على حضراتكم بيان وزارة الداخلية، استمرارا لجهود الوزارة في مجال ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية، والتي تسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني ومحاولة النيل من مقدرات الوطن. توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة ورجال
القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية. تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت نتائج التعامل معهم عن مصر عدد 40 إرهابيا على النحو التالي: عدد 14 إرهابيا في منطقة مساكن أبو الوفا بالحي 11 دائرة مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، وعدد 16 إرهابيا في منطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات في محافظة الجيزة. للمزيد من التفاصيل معانا الكاتب الصحفي محمد كمال المتخصص في الشؤون الأمنية في جريدة الأخبار المسائي. أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم عليكم وعلى المشاهدين الكرام كل ضيوف. تفاصيل أكثر عن هذا البيان، هذه الجهود من وزارة الداخلية طبعا استباقية في القبض على هذا العدد أو قتل هذا العدد من الإرهابيين الذين يخططون لأعمال عدائية تستهدف طبعا احتفال المصريين بأعياد رأس السنة. طبعا قضاء الامن الوطني بوزاره الداخليه وكل اجهزه المعلومات بوزاره الداخليه رد سريعا على الحادث الارهابي الخسيس الذي استهدف يعني عدد من السياح بالامس في المريوطيه. قضاء الامن الوطني ورد له معلومات عن تواجد عدد من الارهابيين في منطقتين مختلفتين. على الفور تحركت القوات بعد جمع المعلومات، تم تحديدهم ورصدهم. هؤلاء الارهابيين كانوا يخططوا لتنفيذ عمليات عدائيه ضد الدوله ومقاومات صناعه السياحه ورجال الشرطه والجيش ودور العباده المسيحيه التي تقوم رجال الشرطه والقوات المسلحه بتامينها على اكمل وجه. على الفور تحركت القوات، واثناء يعني استشعار الارهابيين قدوم القوات تم تبدؤ باطلاق النار، بدأتهم قوات الامن باطلاق النار واسفرت عن يعني مقتل 14 ارهابي في منطقه مساكن ابو الوفا الحي 6 من اكتوبر. الكلام ده كان في الثالثه او الرابعه فجرا. ايضا في نفس التوقيت كانت عدد من قوات الامن في العريش تقوم بفحص عدد من الاماكن، وتم يعني بطريق برضه ايضا في طريق الواحات في الجيزه تم استهداف عدد من المساكن اسفرت عن مسرح 16 ارهابي عثر بحوزتهم يعني على عدد من الاسلحه الناريه والذخائر والمفرقعات والعبوات الناسفه وادوات تصنيع المتفجرات. وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني اتخذ كافة الإجراءات، وقطاع الأمن الوطني يعمل ليلا نهار على مدار ال 24 ساعة لجمع المعلومات ويعني ضرب عمليات ضربات استباقية ل يعني إعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصري. أنا عايز أكد إنه وزارة الداخلية بتقوم بحفظ الأمن في ربوع الوطن، وقطاع الأمن الوطني والأمن العام والمباحث الجنائية بمختلف المحافظات تعمل ليل نهار لإعادة الأمن في الشارع. أيضا التنفيذ العمليات العدائية التي تقوم بها العمليات الإرهابية قطاع الأمن الوطني بيواجهها على أجمل وجه. هناك معلومات بتوافر إليهم والإرهاب الخسيس يندحر في مصر، ويعني ملاذه الأخير لتنفيذ عدد من العمليات يعني الخسيسة ضد الوطن وأبنائه. ربما هذا يعني بينعكس أو بيعكس يعني استجابة أو تفاعل الوزارة مع هذه المعلومات التي وردت إلى قطاع الأمن الوطني في مسألة استهداف أماكن معينة. أستاذ محمد، يعني المعلومات تقول بأنه هذه الجماعات الإرهابية كانت تستهدف دور العبادة وأيضا أماكن سياحية ومنشآت اقتصادية وأيضا رجال القوات المسلحة. أنا عايز أؤكد لحضرتك إن يعني دور قطاع الأمن الوطني في العمليات الاستباقية سواء اليوم أو بالأمس أو قبل أمس أو خلال الأيام السابقة، إحنا شفنا بيانات كثيرة عن عمليات استباقية وضبط عدد كبير من الإرهابيين وتصفية أعداد أخرى كثيرة كانت تنوي عمل عمليات عدائية وتنفيذ عمليات إرهابية ضد ربوع الوطن بمختلف انواعه. القطاع الامن الوطني يعني شغال على ذلك جيدا في كل المناطق. هناك معلومات بتتوصل لقطاع الامن الوطني بيتم على طول التحرك عليها على الفور واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه واستئذان نيابه
امن الدوله العليا للتعامل مع هؤلاء الارهابيين. وان شاء الله باذن الله خلال يعني 48 ساعه هنسمع اخبار كويسه عن يعني المتسببين في الحادث الاليم الذي حدث بالامس. طيب استاذ محمد، في بخصوص المناطق التي تم استهداف هؤلاء الارهابيين فيها، اريد التركيز فقط على مساله وجود حضرتك عدد 14 ارهابيا في محافظه الجيزه في 6 أكتوبر تحديدا، و16 ارهابيا في شمال سيناء. يعني 16 فندم في طريق الواحات، يعني هو في 14 ارهابي في مساكن ابو الوفا في الحي 11 من 6 اكتوبر، وفي 16 ارهابي في مساكن ابناء الجيزه بطريق الوحاد محافظه الجيزه ايضا. صحيح صحيح، 16 ارهابي في مناطق صحيح ابن بيتك في مدينه العريش، منطقه صحيح منطقه ابناء مساكن ابناء الجيزه في طريق الوحاد 16 ارهابيا صحيح كما ذكرت حضرتك وكما ذكر ايضا بيان الداخليه. طيب فيما يخص هذه العمليات وايضا العمليات التي جرت في العريش، ربما الاماكن متباعده ولكن التنسيق موجود ومساله التزامن الامني والتزامن الوقتي ايضا معهم، كيف تقرا هذه المسألة؟ هناك فندم تنسيق طبعا بين الجماعات الإرهابية لتنفيذ عدد من المخططات الإرهابية في وقت واحد. أيضا قطاع الأمن الوطني يقوم بدوره، وتم رصد هذه الجماعات وهذه الخلايا الإرهابية التي تقوم على زعزعة الأمن في مصر، ولكن بإذن الله لن نستطيع ذلك. وزارة قطاع الأمن الوطني توفر له المعلومات عن تواجد مجموعة من الإرهابيين في منطقة الجيزة طريق الواحات، وأيضا في نفس التوقيت تواجد هذه ال 14 إرهابي في منطقة الحي 11 بحي اكتوبر، وعشرة في سيادتك في صحيح طريق عريش. طيب على طول قطاع الامن الوطني حرك قواته بالتنسيق مع العمليات الخاصه وقطاع الامن المركزي والبحث الجنائي، وتحركوا على الفور تمام لضبط هذه العناصر الارهابيه. بشكرك. ولكن العناصر الارهابيه تبدلت لق النار وتم استهدافها. طيب بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي محمد كمال المتخصص في الشؤون الامنيه بجريده الاخبار المسائي. طيب مشاهدينا الكرام، بنطلع على حضراتكم بيان وزاره الداخليه مره اخرى والخاص بهذه المداهمه للعناصر الارهابيه، استمرارا لجهود وزاره الداخليه في مجال ملاحقه العناصر الارهابيه المتورطه في تنفيذ بعض العمليات العدائيه، وتسعى لتصعيد مخططاتها الراميه لازعزاز الاستقرار الامني ومحاوله النيل من مقدرات الوطن. فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية بتستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية. تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت نتائج التعامل معهم عن مصر عدد 40 إرهابيا، وذلك على النحو التالي: عدد 14 إرهابيا بمنطقة مساكن أبو الوفا بالحي 11 دائرة مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وعدد 16 إرهابيا لمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات في محافظة الجيزة. مزيد من التفاصيل أيضا معنا عبر الهاتف اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ إيمان، أهلا بحضرتك. طيب سيادة اللواء، حضرتك تقرأ هذه العمليات الاستباقية، كيف تقرأها بداية طبعا بالتزامن مع احتفالات المصريين بأعياد الميلاد؟ أما أجي أفصل هنا الواقعة دي والضربة الاستباقية دي زي حضرتك ما تفضلت كده، أفهم منها إيه؟ اولا هي بتبدا بمعلومه. طيب المعلومه دي الحادثه بتاعت الاتوبيس بتاعت المريوطيه ما فاتش ساعات، يعني المعلومه ما جاتش وقتها على طول، يعني اذا المعلومه من قبل كده من قبل الحادثه دي. دي واحد. نمره اثنين، تم استئذان النيابه، وكيل النيابه مش قاعد على باب الامن الوطني عشان يدقق، يعني اذا دي مجهزه قبل كده. الضربه الاستباقيه دي مش رد فعل على حادثه المريوطيه، لا لازم نعرف دي ودي لها وزنها. طيب الحاجه الثانيه، اما نقول من طريق الواحات للعريش للاكتوبر وفي مساكن شعبيه في مناطق شعبيه، ادي اماكن متفرقه، تبقى المعلومه هنا مش معلومه
صغيره قد كده يا استاذ ايمن. لا، المعلومه معلومه على اكبر اتساع، هنا وهنا وهنا. البند اللي بعد كده المحصله كام؟ واحد اثنين؟ لا، اما يبقى 40 واحد، يعني اما يبقى 14 كتله واحده و16 كتله واحده، ده مش خليه بقى. ده خليه كانت لو انفرطت هتبهدل الدنيا باعياد الميلاد او عموما يعني. لو انفرطت يعني، واخدين كده جماعه، واخدين ثواب الجماعه، ما يجوروا ماسكين داهيه. يبقى اذا هنا دي كلها مؤشرات مدى قوه المعلومه. كمان في حاجه ثانيه، لما انا اروح واهاجم البؤره دي ودي وهذا العدد، معاهمش نبل؟ لا، معاهمش طوب، ده معاهم اسلحه الف، واواجههم وانتصر عليهم واخلص عليهم، واحنا ما فيناش اصابه واحده. يبقى معناها ايه؟ قوه الخطه اللي اتنفذت بيها المعلومه، ما فيش شك. كل دي بقول يا شعب مصر، ما ننزعجش بقى من حاسه المرجوطيه بقى. ما نقولش يا ادي يا عم الارهاب. لا، لما تيجي تقول ارهاب في طرفين اثنين، امن قوات مسلحه دوله وهم، هنا ايه وهنا ايه؟ الخسائر هنا وخسائر هنا ايه؟ الاسلوب هنا ايه والاسلوب هنا ايه؟ ما جاتش القوات الشرطه وراحت راميه عبوه قنبله كده وراحت ضربه وخلاص، لا. الاسلوب هنا خايب. طيب سيادة اللواء، التدقيق في المعلومات، اسمح لي اخد من كلام حضرتك مسألة التدقيق في المعلومات وبحث المعلومات المتوفرة جيدا قبل المداهمة، مسألة وجود هؤلاء الإرهابيين في مساكن وسط مواطنين أيضا ومداهمتهم، طبعا هذا بيأتي في إطار جهود وزارة الداخلية في مداهمة هذه العناصر الإرهابية. بتقرأ مسألة التدقيق في المعلومات كيف تقرأها؟ شوف انا هقول لحضرتك بقى، هو يعني دي دايما بقولها، لما يبقى انا هنا الامن اخترق اماكن شعبيه زي دي ووصل للمعلومه هنا وبمنتهى الدقه، اساسا الفضل يرجع للشعب للناس، لان المعلومه ما جاتش عن طريق قمر صناعي ولا ما جاتش عن طريق تكنولوجي، لا، الناس نفسها في المنطقه الشعبيه دي، مين دول؟ ايه الجماعه دول؟ خصوصا ان هم مش واحد ولا اثنين، ده 14 مثلا و16، يعني ايه دول؟ وايه اللي جابهم هنا؟ هنا الوطنيه بقى الصادقه، وبقول بحيي كل من كان مصدرا لهذه المعلومه من المواطنين، انتوا خدمتوا نفسكم وخدمتوا بلدكم. يمكن ايضا سياده اللواء نركز ايضا على مساله المخططات الخارجيه، ربما هناك مخططات خارجيه في مساله دعم هذه الجماعات الارهابيه في تنفيذ مخططاتها داخل مصر ومواجهه ومداهمه اماكن مثل المنشات الاقتصاديه كما ذكر بيان وزاره الداخليه، التعامل الامني مع هذه المخططات. ما هو هم دول ما بيشتغلوش لحسابهم، ما بيشتغلوش لحسابهم. مش دول على فكره، ولو جينا ال 40 واحد دول فنطناهم كده، لا، مش اصحاب عقيده يعني، ده ثلاث ارباعهم دبوبه. العقيده واللي هو بقى تكفيري واللي هو مش عارف ايه، ده هو اللي بيبلع فلوس هناك بدولارات ويدي للناس دول دبوبه كده ويمسحوا عقولهم بقى برضه، عشان تبقى ايه، يبقى بيشتغلوا بحته من الايمان شويه، يمسحوا عقولهم. كل ده طبعا تكلفات من الخارج، ما هو ما فيش خليه اتظبطت في مصر الا ما بيجيها تكلفات، وعلى فكره وما يعرفوش مين ومين، خليه عنقوديه. اللي هناك بيخطط ليه؟ لان اصل الضربه كبيره قوي يا استاذ ايمان، الضربه كبيره قوي ليهم. تنظيم عالمي فاشل بره، عمالين هيصين ويفجروا ويعملوا، هنا في مصر اصابهم الشلل، هم في الرعايه المركزه. نعم. ما بنقولش انتهم. نعم. لا، لكن في الرعايه المركزه، يبقى ده كله اللي قاعدين بره بيخططوا في دول معاديه لمصر. صحيح. فشلت كل الفشل. يبقى يعملوا ايه؟ يصرفهم ويدوا لدول ويوصلوا لهم شويه حزمه. اشكرك من اشكرك طبعا سياده اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخليه الاسبق، بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على وجودك معانا.
وايضا برجع لك مره ثانيه عمرو، طبعا كان خبر عاجل وكان لابد ان احنا ننوه عنه طبعا ونحلله. بشكرك على وجودك معانا، الكاتب الصحفي عمرو عاشور مدير المحتوى الرقمي في مجله هي. شكرا جدا على الفقره وشكرا على معلوماتك ايضا فيما يخص المحتوى الرقمي. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل سنتناول موضوع ثقافي. قديما كان دور المكتبات بيقتصر فقط على عرض وإعارة الكتب وإتاحة مكان هادئ ومنظم للقراءة، لكن خلال السنوات الأخيرة بدأت المكتبات تقدم فعاليات وأنشطة ثقافية مختلفة بتثري الحياة الثقافية في مصر. بعد الفاصل نتكلم عن أبرز الأنشطة والتطورات اللي وصلت لها المكتبة في فقرة هيكون معنا فيها أستاذ رياض طاهر مدير مكتبة مصر العامة. خليكم معنا. أهلا بكم مرة تانية في هذا الصباح. في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري أقيم بالقاهرة المؤتمر الأول لمنظومة مكتبات مصر العامة، واللي بتعتبر واحدة من أقدم المكتبات في مصر، ووصل عدد فروعها لأكثر من 20 فرع في مختلف محافظات الجمهورية. نتعرف أكثر عن المؤتمر، أهم توصيات المؤتمر، أهم أنشطة وفعاليات مكتبة مصر العامة أيضا، بعد ما نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ رياض طاهر مدير مكتبة مصر العامة. أهلا بحضرتك أستاذ رياض. صباح الخير. أهلا بيك. صباح الخير. أنشطة المكتبة، الموضوع ما بقاش قاصر. قبل الفاصل كنا بنقول ان مساله المكتبات ما بقتش قاصره فقط على مساله القرايه وان انا اروح اجيب كتاب، لكن بقى في فعاليات وانشطه كتيرة. الناس بتشارك فيها كتيرة. اطفال وشباب وسيدات وكل تقريبا الفئات. اتكلمنا عن انشطه المكتبه. يعني لو حضرتك اتكلمنا عن المكتبه الاول، المكتبه عمرها 23 عام. صحيح. شهر 3 الجاي هنحتفل بمرور 24 عام على انشائها. شهر 23/20 يوبيل فضي لإنشاء المكتبة الأم بفروعها بقى المختلفة، وإن شاء الله الشهر القادم شهر يناير هنفتتح فرعين جداد إن شاء الله رب العالمين للمكتبة، واحد في البحر الأحمر واحد في البحيرة، تحديدا في مركز العلم وكفر الدوار، تمام، هينضموا للشبكة بتاعتنا أو المكتبة بتاعتنا. حلوة فكرة البحر الأحمر ومرسى علم. لينا مكتبة في الغردقة، هنفتتح أول فرع لمكتبة الغردقة في مركز العلم. صحيح. وبعدين تتوالى بقى بعد كده انشاء الفروع للفروع، لان احنا بنعتمد على فكره ان في شبكه من المكتبات العامه بتغطي الدوله كلها، يبقى مش بس كل المحافظات لكن لا. كمان الاماكن التابعه للمحافظات، هي يعني هتوصلوا للقرى وهتوصلوا هو للأماكن. ده اللي احنا بنتكلم مزبوط. عليه بجانب ان احنا هنبدا نفعل فكره المكتبات المتنقله قريبا ان شاء الله خلال الاشهر الاولى من العام الجديد ان شاء الله. هيبقى في اول مكتبه متنقله عندنا في المكتبه الام، هنبدا نطلع بيها كمان للمناطق النائيه علشان كل الاطفال وكل الشباب وكل الكبار وكل الفئات المختلفة في المجتمع يلاقي مكان يقرأ ويعمل أنشطة، ودي اللي حضرتك اتكلمت فيها. الموضوع كمكتبات كان في البداية عبارة عن أوعية معلومات متواجدة داخل مكان ما كمبنى مكتبة على أرفف، والجمهور أو الفئات المختلفة تخش تاخد الكتب تقرأها. الموضوع النهاردة بقى وده وفقا للتعريفات اللي الاتحاد الدولي للمكتبات القفل عاملها، المكتبة بقتش مجرد مكان لجمع أوعية المعلومات، لا هو كيان مجتمعي بيخدم المجتمع ككل. يعني ودي احد اهم المقولات اللي انا دايما بقولها، اللي حضرتك بتحلمي بيه تلاقيه في المكتبه. بمعنى حضرتك محتاجه تقري كتاب ورقي هتلاقيه في المكتبه، تقري كتاب الكتروني هتلاقيه في المكتبه، محتاجه تحضري حفله هتلاقيها في المكتبه، دوره تدريبيه في المكتبه، نشاط في المكتبه، محتاجه تقعدي في حديقه هتلاقيها في المكتبه، كل اللي حضرتك تتخيليه، محتاجه تنمي مهارتك في اي مجال من المجالات داخل المكتبه. وده دور المكتبات العامه.
المكتبات العامة هي الأماكن اللي كل الشعب بيلجأ ليها علشان يتمتع بكل الحاجات اللي هو محتاجها، كل المهارات اللي انت محتاجة تنميها، ابنك بنتك أخوك انت كل الأفراد بتوع المجتمع محتاجين ينموا مهاراتهم وياخدوا دورات تدريبية بمقابل مادي قليل جدا داخل المكتبات العامة. صحيح. طيب المؤتمر اللي احنا كنا بنتكلم عنه، مؤتمر منظومة المكتبات العامة، هقول لحضرتك احنا كنا بنحلم كمكتبة عامة، ويمكن ده مش دورنا، لكن احنا نتيجة لان احنا بفضل الله تعالى بنطبق المعايير العالمية في مجال المكتبات والمعلومات، فكنا بنحلم ان احنا نعمل مؤتمر نجمع الخبرات والتجارب اللي ولادنا في المكتبات المختلفة في الاقاليم المختلفة خدوها، التجارب اللي عملوها. مكتبة فرضا دمنهور بتعمل حملة اقرأ، المكتبة الفلانية في الوادي الجديد بيعمل مش عارف النشاط الفلاني، المكتبة الفلانية بتعمل حاجة، قلنا نجمع التجارب بتاعة الولاد اللي بيشتغلوا في المكتبات دي ونيجي نعرضها في مؤتمر علمي ياخد شكل علمي بشكل محترم وبشكل ندعو ليه قامات كبيرة جدا في مجال المكتبات والمعلومات ورجال الإعلام ورجال الفكر. وده تم بالفعل يوم 2 و3/12 عقدنا أو نجحنا إن احنا نعمل أول مؤتمر لمكتبتنا. اتقدم في المؤتمر 20 ورقة علمية من 20 واحد من اللي بيشتغلوا في مكتباتنا. اتعمل محاضرات من كبار دكاترة المكتبات والمعلومات في الوطن العربي. كان في مداخلات كتيرة جدا، كان في أفكار كتيرة جدا اتقالت في المؤتمر دوت. ويمكن كان أهم حاجة اتقالت في المؤتمر إن يجب إن المناهج بتاعة المكتبات والمعلومات تتغير نتيجة للي الجمهور شافه المؤتمر دوت، نتيجة للتجارب اللي هم شافوها، نتيجة للخبرات اللي اتعرضت والتجارب الناجحة اللي اتعرضت داخل مؤتمر من خلال أوراق علمية اتعامل بشكل محترم جدا، اتقال فيها كلام الهدف منه هو خدمة المجتمع. الهدف منه هو تنمية المجتمع، الهدف منه ان احنا نبني مواطن نافع لبلده. طيب بما ان احنا بنلمس وبنلاحظ في الفترة الاخيرة اهتمام من جانب الرئيس السيسي ومن جانب القيادة السياسية بذوي القدرات الخاصة، انا عارف ان حضرتك والمكتبة العامة بتهتم بالقدرات الخاصة طبعًا. وليها انشطة مخصوصة للقوات ذوي القدرات الخاصة. حضرتك تكلمنا عن هذه الانشطة. هقول لحضرتك احنا لينا تجربة فريدة في الموضوع دوت، ان احنا من خلال التعاون مع بعض الجمعيات اللي بتأهل اطفال اللي عندهم توحد، احنا عملنا فكرة جديدة معهم مع الولاد دي، وفكرة رائعة. احنا جبنا الولاد ودربناهم في المكتبة وخليناهم يشتغلوا بايديهم معنا. ودي كانت فكرة غريبة، يعني حتى الجماعة بتوع الجمعية اللي هي اللي عندها الولاد هم اندهشوا للفكرة. يعني انت هتدرب الولاد، هدرب الولاد وهقول لهم يجيبوا شيتات ويكتبوا الكتب دي بايديهم، البيانات بتاعت الكتب، ويحط الباركود على الكتاب ويحط الليبل على الكتاب، يشتغل شغل المكتبه، يشتغل شغل الانشطه شغل اللي انا بعمله بيقوم بها اللي انا بعمله. تمام. ويحط الكتاب على الرف ويحط الكتاب وامشي معاه واقول له ان الكتاب ده في المكان الفلاني، يحط الكتاب في المكان الفلاني. الجميل في الامر ان الولد اندمجوا بشكل كبير جدا معانا. دي نمره واحد. نمره اتنين، لم يشعروا بان في فارق. صحيح. ودي كانت اهم حاجه طبعا. نمره ثلاثة، في نهاية البرنامج التدريبي أنا عملت لهم شهادات تقدير واديتهم الشهادات في مكتبي وخدنا لقطات مع بعض جميلة. المفاجأة فين بقى؟ راحوا عملوا لوحة هم بإيديهم كلهم كفريق مع بعض وأهدوا اللوحة للمكتب. فلما حضرتك تتفرج على اللوحة إن الولاد دولت هم اللي عملوا اللوحة ديت، لا في حالة في موضوع كده مختلف. طبعا. في كمان ان حضرتك قدرت ان انت تخليهم يعيشوا معاكي، يعيشوا معاكي داخل المكتب، هم يعيشوا ويخوضوا التجربه بنفسهم، تجربه الشغل اللي حضراتكم بتعملوه معاهم، وكمان تجربه التقدير، ومحدش فكرة ان هم قدروا المكتبه وقدروا دور المكتبه. هم اللي عملوا اهداء هديه، اهداء هديه ولوحه معموله باليد. يعني عارف حضرتك هم عملوا عباره عن ورده ليها فرع كده جميله. تمام. بالوان جميله جدا. وعملوا فريم وعملوا كل حاجه واهدوها المكتبه. فتخيل حضرتك الشعور. الاهم كمان من كده عارف حضرتك هو محدش ضايقهم، ما شعروش بان في اي مشكله. وانا اعتقد دي كانت التجربه طبعًا. اللي انا دايما صحيح. بتكلم عنها وبتكلم عن نجاحها بشكل كبير جدا. هم لغايه النهارده بيجوا عندنا، لغايه النهارده ليهم مواعيد دائمه في المكتبه. بشكل الحقيقه يعني بشكل محترم جدا، ما بيشعروش بالغربه في المكان، ما حدش بيضايقهم، ما حدش بيعمل معاهم اي حاجه، فبالتالي عايش. طيب جميل جدا استاذ رياض. بالنسبه لخطه المكتبه في 2019 بتستهدفوا ايه العام احنا القادم؟ يعني خلينا اقول لحضرتك، من شويه كنت حضرتك بتعرض موضوع الارهاب، والحمد لله رب العالمين ان القوات الامنيه قدرت انها تحقق النجاح اللي احنا شفناه النهارده. طبعا. لكن خلينا اقول لحضرتك انا كمكتبه انا ايه اللي جاي عندي. اللي جاي عندي ان انا معرض القاهره الدولي الكتاب اللي فات اشتركت في المعرض تحت شعار المكتبات العامه ضد الفكر المتطرف،
وانا دايما بقول ان المكتبه العامه هي المكان اللي بيحارب الفكر المتطرف فكريا. ليه؟ لان المكتبه العامه بتفتح ابوابها على مدار يوم كامل. بتلاقي داخل المكتبه كل الحاجات اللي قلنا عليها من قراءه واطلاع وانشطه وكافيتيريا وجرايد ومجلات وكل حاجه. النهارده لما انا الطفل او الشاب بيقعد عندي في المكتبه بيقضي الوقت ده كله ما بيضطرش يلجا لاي فكر متطرف. صحيح، ما حدش بيقدر يضحك على عقله. بتتكلم كمان حضرتك عن محافظات وعن قرى بتستهدفوها، يعني مش بس العاصمه ومش بس المدن الكبيره. لا 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 لا، احنا اولا مكتبتنا كلها مربوطه ببرنامج الي متكامل في مجال المكتبات والمعلومات. حضرتك في اي مكتبه من المكتبات تقدر تخشي وتشوفي ايه الكتب اللي موجوده عندك داخل المكتبه. عندك مكتبه الكترونيه في كل مكتبه، عندك بنك المعرفه، عندك قاعده بيانات شبرينجر، عندك قاعده بيانات ابداع. مؤخرا اتحنا المكتبه الرقميه المعدية فيها اكثر من 33 مليون ماده. الكلام ده كله متاح قدام حضرتك. فانا انا بحارب فكر متطرف من خلال الفكر، من خلال ان انا اعمل انشطه تحرض على الانتماء للوطن. ان انا اعمل ندوات بتكلم فيها عن حب الوطن وبتكلم فيها عن المنفعه. انا بعمل دورات تنميه بشريه وبعمل تدريب للغات وبعمل حاجات كتيره جدا، الهدف منها هو بناء مواطن. فببعد عن الكلام دوت. لما عملنا اسمح لي كمان احيي حضرتك على فكره المكتبات المتنقله، لانه المكتبات المتنقله دي انا في تصوري انها مش بس هتخلي نوعيه معينه تلجا للمكتبه. طبعا. يعني حضرتك ممكن تبقى موجود في مكان تلاقي ناس في الشارع بتشارك معي. وهو ده اللي احنا هنعمله. مظبوط. حتى يعني هتلاقي انه نوعيه مختلفه شويه من عن نوعيه الناس اللي بتروح المكتبه بارادتها. واحنا ده اللي احنا محتاجينه. انا هقول لحضرتك على يعني هكمل لحضرتك الفكره. اشتركنا في المعرض بشعار المكتبات العامه ضد الفكر المتطرف. المؤتمر بتاعنا اللي عملناه في شهر 12 كان عنوانه المكتبات العامه الابداع والتغيير. ومن خلاله في جريده اخبار اليوم او على الموقع بتاعهم اطلقوا ان المكتبه قالت عن مبادره لا حياه بدون ابداع. ودي مبادره احنا بالفعل هناخدها شعار العام القادم، لا حياه بدون ابداع. لكن لا حياه بدون ابداع، احنا بنتكلم على الابداع اللي يؤدي للتغيير، اللي التغيير بتاعه يؤدي الى منفعه الوطن. طبعا. ودي الفكره اللي احنا ان شاء الله العام القادم هو ده الشعار بتاعنا وده المنهج اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليه. طيب، توقعات حضرتك لدوره اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب. خلاص احنا قربنا جدا على وشك معرض ان شاء الله الكتاب. على وشك اخر يناير 23 يناير المعرض. انا اتوقع المعرض دوت اليوبيل الذهبي اتوقع هيبقى فيه فعاليات كتيره جدا. هيبقى فيه انشطه كتيره جدا، هيبقى فيه مشاركات اعتقد مش هتبقى مجرد مشاركه. مشاركين بطريقه مختلفه. احنا مشاركين المره دي طبعا بطريقه مختلفه، مشاركين بفكره لا حياه بدون ابداع. هنشتغل المره دي في المعرض من خلال الجناح بتاعنا، احنا واخدين جناح المره دي، هنشتغل من خلال الجناح ان احنا هنعمل انشطه علميه، هنعمل حاجات يمكن محدش هيتوقعها ما بتتعملش الا في معارض الابتكار والعلوم. هنطبقها داخل معرض الكتاب الدولي ان شاء الله. هنعمل حاجات مختلفة تماما. هنجيب المكتبات الإقليمية كلها تعرض الأنشطة بتاعتها داخل الجناح بتاعنا. هنعمل أنشطة أطفال بالتعاون مع أجنحة لدول عربية أخرى، وده اللي احنا عملناه العام اللي فات. العام اللي فات عملنا 120 نشاط للأطفال ب 3000 طفل، عملنا لهم أنشطة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. المرة دي إن شاء الله التارجت بتاعنا هيبقى أعلى من كده بكتير إن شاء الله رب العالمين. لكن الفكرة كلها أنا أتوقع إن معرض الكتاب الدولي الحالي فعلا هيبقى يوبيل ذهبي. اشكرك شكرا جزيلا. طبعا شكرا. بنتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله تكون دوره موفقه في المعرض. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا ليك استاذ رياض طاهر مدير مكتبه مصر العامه. شكرا على وجودك. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي هذه الفقره وينتهي ايضا او تنتهي حلقه هذا الصباح. كنت معكم انا ايمان الحويزي. شكرا جزيلا والى اللقاء.